بس، يعني مصور انا واقف اهو، مصور تاني يشتغل بس. ليه مش انا رسمي مختلف بس؟ عشان بس كنت انا ليه كنت اي حاجه بقى صوت، اي حاجه بقى صوت بتراقب يعني بتاثر على الثاني. الصوت مسموع عشان اكمل رتم عادي ولا عالي صوتي اكتر ولا اقلل ولا اجي هنا اعمل هنا ارجع ورا؟ معلش بس بنعد اللقاء مش اكتر عشان بس ان شاء الله تكوني في استفاده قويه. شيلهم شيلهم. ما تخبطش الكاميرا. بس نايمه. هما كده على طول؟ ما نايمه على طول كده؟ مش منوفي. وتقعد عادي تقول لهم انا مش منوفي. منصور مين منصورة؟ مين اي حته غير منوفية ومنصورة؟ انا مش عارف اي حاجة تانية. هنا هندسة؟ طب انا بتكلم بجد والله اخر مرة اخر مرة. ابدا. صوتي مسموع؟ الناس اللي ورا صوتي مسموع؟ بجد. طب اعلي صوتي اكتر؟ ابدا اقول بسم الله. اخر مره اخر مره معلش لا لا مش سامعك خلاص خلاص اخر مره الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء ان شاء الله عشان نطلع بجو حلو جدا ان شاء الله. اقول السلام عليكم ليا انا وهي ليكم ان شاء الله. اسمي عبد الله عامر اكون ان شاء الله معاكم النهارده. هقول بس حبه حاجات بسرعه ان شاء الله في المحاضره عندنا النهارده. هتكلم بسرعه قوي، هتكلم بسرعه جدا، هتكلم بسرعه خالص، هتكلم بسرعه فحت. فعاوز سجل لي سجل لي، عاوز تكتب ورايا ورقه وقلم، وانا اتمنى ان يكون كل واحد معاه ورقه وقلم عشان اقول حبه الفاظ، حبه مصطلحات، حبه ابلكيشنز. حد كان بيجي يقول لي ذيس ابلكيشن ايه؟ ان ابلكيشن فور كان على طول بيتقال كده. فهقول حبه حاجات، هقول حبه حاجات ان شاء الله مهمه ليه كله تمام؟ انا حاسس الناس نايمه ليه مش عارف. طب صلوا على النبي. جودة المحاضرة النهاردة تعتمد على الحاضرين وليس المحاضر. خلصت. أنا برنس، أنا هتكلم في اللي هتكلم فيه. خلصت. عاوز تاخد مني الكلام؟ يعني إيه حاول تحس أنت يعني أنا نايم، يعني أنا ما بقيت في مصر فنايم مع نفسي مش هزار. حاول تحس أنت معايا. إديني فيرست امبريشن كويس عشان أعرف أكمل كويس مش هزار. نقدر نتكلم إن شاء الله في الإنجليزي وممكن لو استطرنا الموضوع للمنح كمان كده المنح أي حاجة تانية براحتكم. فلو المحاضرة عليكم أنتوا مش عليا أنا. لو حاسس استفاد ده انت اللي انت السبب مش انا، يعني انا اهو جاهز خد مني معلوماتك. حاسس ان انت شغال، حاسس ان انت بتفهم معايا، حاسس ان انت يعني اقول لك حاسس ان انت صاحي. انت حد يعرف يتكلم عربي هنا طيب؟ بيفهم عربي؟ لا مفيش صح؟ بس ايه الناس دي؟ اكمل صلى على النبي. جاي ليه؟ عشان ايه؟ طالب استفيد. جاي ليه؟ جاي ليه؟ براحتكم هقضيها كده رخامه ولا بتضيع وقت والله ما بهزرش. شجعوني. انت عاوز تقتلني معاك. شجع عليك يا خبير. مش عارف والله ليه. صلى على النبي. انا هبدا واتكلم ولعل عصر ان شاء الله ربنا يفيدنا فيكم ان شاء الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مني اساسا احنا جايين عشان موضوع الانجليزي. و يعني كنت بتكلم مع حد في العربيه فتلقائيا قال كلمه غلط فبصححها تلقائيا. قال لي معلش انا اسف. قلت له انا اسف والله جدا مش يعني مش ايه مش اللي هو انا يعني انتشنلي انا عاوز اصحح لك الكلام ده واتبشر عليك من الاخر بس الموضوع تلقائي بس لو عاوز اعمله خليك ما تتكلمش خالص عشان احنا بنتكلم انجليزي غلط عشان احنا للاسف خش الكليه طلع لسانك هوب اعوزني مش هقول لك لسانك مع لسانك لسانه معوج اقول لك لا لا خالص احنا عندنا من اول ما بتيجي خلاص بنعوج اللسان هي جيتس ذا ايجيبشن اكسنت دايركت خلاص ما يطلعش براها يعني اي جو تو سكول ماي براذر ذا بس مش عارف ايه حاجه كتير بنكتسبها مع بعض يعني اقول لك ايه العمليه التعليميه بتاعتنا مش كده. فكلنا جايين النهارده وقاعدين اللي مستقطع وقت من محاضراته ناس كده عندها محاضرات دلوقتي في ناس اكيد ما وراها طبيخ وراها دراسه وراها قهوه وراها اي حاجه انا بتكلم في دلوقتي انت جيت وقعدت مش عشان فاضي مش عشان جاي دردش مع اصحابك ممكن في ناس جايه دلوقتي ايه فاكس مش مديله شويه خمس دقايق وهيمشي هيمشي دلوقتي بعد خمس دقايق بس اكتر في ناس هنا جايه عشان تستفاد عشان عندهم مش هو مشكله بس عندهم
عرض من الاعراض عاوزين يحسنوها عاوزين يظبطوا فيه صح؟ صح يا شباب؟ صح شجعوني بالله عليكم اني اقدر اتكلم واديكم اللي عندي فيعني ايه؟ صح صح كده دفاع اقول حاجه حلوه تتحسن كده فاهمني؟ مسجل كلام حاضر مونتاج تمام خلاص نبدا ان شاء الله بسم الله الرحمن انا بس هنزل شويه بشغله البروجيكتور نتكلم حبه نعم نتكلم حبه مصطلحات حبه مفاهيم كويسه جدا مهمه ان شاء الله النهارده ان شاء الله انا مش هتكلم كده مكان حلو جدا بعلم الناس كلها محفز قوي متفائل وامل وحنان وناس كتير كده حلوه بس بالله عليكم بلاش شغل التنميه البشريه لو انا هاجي انت كامل انت فحيد هوب بصيتين ثلاثه جسمك يا اشهر طلعت بره الكلام ده بجد وحقيقي وانا حضرته من زمان فانا فاهم الدنيا ماشيه ازاي كلامنا النهارده ان شاء الله كلامنا النهارده هيكون كله عملي انا جاي النهارده من هنا مش هندسه دكتورتنا 99% و9 من 10 هندسه غير الناس دي عمليه وانا اصحابي كلهم اصلا مهندسين يعني ايه؟ هتكلم النهارده عمل مش هتكلم كل كلام تربيه بشريه وهتكلم الكلام كله اللي هو يا جماعه الانجليزي كويس امور كيوت حلو استعلموه عشان تتعلم عشان تتوظف عشان تسافر عشان تتجوز عشان اي حاجه خالص. انا هقول لك ايه هي اللغه؟ ايه هي عمليه اكتساب اللغه؟ ازاي اتعلمها بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله وهنوريك الكلام ده كله عملي. يعني واضح احنا جايين معانا حب الماتيريالز نتمنى انها تكون كويسه. يعني انتوا هندسه احب كده كريم كان كريم هو ماشي يقول لي انا خدت كورسات ورحت مراجعات بي دي اف وفيديوز وموكس ومش عارف ايه الحاجات كلها بيلم حاجات عن مجال نفس النظام اللي خريج لغه ترجمه ترجمه فوريه جامعه الازهر بحب الانجليزي وده اصلا تخصصي ومجالي ولقمه عيشي وتطوعي والحاجات دي كلها فاكيد ملم بالحاجات دي كلها قصص نجاح ملم باحسن الطرق باكثر الطرق بانجح الطرق الحاجات دي كلها بالماتيريال اللي معايا فانا جايب لنا ماتيريالز كتيره جدا 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 زي اي حد بيعمل ايه؟ حد عنده كورسات هندسيه يروح جايبها بالليفل فاضل 40 جيجا ساتا وداتا بقى كمان ويلم يلم يلم الكورسات دي كلها صح؟ فانا برضه اللي عمل نفس النظام بس لان الموضوع صعب يعني ادي مثلا الكورسات دي لواحد مثلا واكتشف ان الموضوع ده هيبقى صعب عليه ان هو مش من اهل التخصص فحاول نبسطها عليكم ان شاء الله. هنتكلم النهارده ان شاء الله ازاي تعمل جدول ليك تذاكر بيه. انا النهارده مش عامل لك جدول سعادتك بالورقه والقلم معاك بالنوت باللايفات بأي حاجه هتعمل جدول ليه ايه الجدول اللي هتكتب فيه ايه هقول لك الحاجات اللي هي المهمه ايه هي وازاي تستخدمها وتستفاد منها وايه فائدتها انت تحطها في الجدول في سؤال هيجي لي كده حلو قوي انجليزي اتعلمه في قد ايه كلما يعني ازاد المجهود بتاعك او ازاد الحاجه كان في مجهود وكان في شغل على نفسك بمعنى في ناس النهارده تعمل ان شاء الله جدول ان شاء الله ودي نسبه قليله على فكره الكلام بتاعي حلو قوي بس كتير بتحضر المحاضره وينسوا ياخدوا السيلفي والكلام الجميل وانسى التطبيق انا بقول لك انسى التطبيق هياخدوا الماتيريال ويجيبوها الحاجات دي كلها ويبداوا هيفكسوا في الاخر ودي هتلاقي اللي جنبك واللي جنبك مش هزار لكن ان شاء الله الفعل اللي هتاخد الكلام ده وتطبقه سامعيني ولا سامعيني كويس؟ انت مش سامعيني ازاي؟ سامعيني انا بقول لك بص استاذ البلاك فبنتكلم فيه النهارده ان النهارده ان شاء الله هتكون كله عملي، كله عملي. هنتكلم على حاجة مهمة جدا النهارده وهي الليرنينج ستايل، شباب وانا. ايه؟ عايز المايك ما اعرفش اسمع المايك. كويس؟ اه. ويقطع وحاجات بتبص صوتي عامل زي مطر بصوت، ايه؟ بعد شوية. لا جامد. مش عارف امسك جامد على فكرة. انا بتكلم اصلا من غير هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة أوي هي هكمل بس مستني بس الناس تقعد هاجي كلها كمل يلا إن شاء الله نتكلم عن حاجة اسمها ليرنينج ستايل بمعنى كل واحد فينا ربنا خلقه وربنا عايزه سبحانه وتعالى في كل الإمكانيات للتعلم تاني في كل الإمكانيات للتعلم بمعنى انا زيك زي اللي في الصين في يابان في كوريا على نفس التجويف الفمي والانفي وعلى نفس الفك وعلى نفس السنان واللسان والحاجات دي كلها فلو بنتكلم ونتعلم اي حاجه بنعرف نحس بنشم بنلمس الحاجات دي كلها موجوده عندنا باي ديفولت بس هير از ذا بوينت تعرف اسمها ليرنينج ستايل واتس يور بيست ليرنينج ستايل ايه هو الليرنينج ستايل المناسب ليك عشان بس افهم الموضوع تاني بمعنى في ناس بتحب تتعلم عن طريق
او يعمل طريق كل حاجه، بيلمس، بيجي، بياكل، بيشرب، الحاجات دي كلها، بيسمع. في ناس تحب تتعلم عن طريق السماع او الاستماع، هما بيتعلموا عن طريق اللمس والحاجات دي كلها والشم والحاجات دي كلها، ولكن الاستماع عندهم قوي، فده اللي المستوى بتاعهم. خلاص؟ فالليرنينج ستايل بتاع الناس دي وانت فيهم يحب على طول معاه ايرفونز او معاه هيدفونز او معاه طول سماعات مغايره، صح؟ ده على طول بقى صاحبك بيبوظ سماعه كل اسبوع، مش من اللي هو بياكلها، لا هو بيعطول بيسمع 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 وبتبوظ منه، صح؟ في ناس كده. فالليرنينج ستايل بتاعه هو الاستماع، في ناس تقول لك لا لا كل حاجه، انا احب موضوع الكتابه، انا احب القراءه قوي، بص بتمسك قوي لما اقرا اقرا، انا على طول معاه كتاب ورايح واللي جاي على طول معاه كتاب، فتلاقيه على طول بيقرا بيقرا بيقرا، فهو الوسيله الوحيده بتاعته، مش الوسيله الوحيده انا اسف، الوسيله المثلى الانسب لي اللي بتعلم منها كتير هي القراءه، باخد معلوماتي من القراءه، في ناس تقول لك لا استاذ فاكس تقول له انا بحب اسمع ولا اقرا، انا بحب اتفرج على فيديوهات، في ناس تقول لا خالص انا بحب ايه اتعامل مع اجانب، حاول بالله عليك ما تظلمش نفسك وتحط نفسك في حاجه مش دي الانسب ليك وتفشل وساعتها تقول انا فاشل فاشل فاشل، لا انت الليرنينج ستايل بتاعك ليسننج ظبط هنا في الماتيريال ثلاث حاجات ليسننج، انت الليرنينج ستايل بتاعك سبيكينج او مثلا ريدنج هتفتح لك هنا بي دي افس وريدنجز، انت بتحب تتفرج على الفيديوهات في فيديوهات، تحب تعمل انتراكشن مع الناس هقول لك ان شاء الله انتراكشن، فان شاء الله حاول تحط نفسك اي ليرنينج ستايل، طبعا انا بنفسي بتعلم كله ولكن في حاجه احسن اللي هي الليرنينج ستايل بتاعي اللي هي الليسننج، انا بحب الليسننج، وعلى فكره الشعب المصري اولتري بيحب يتعلم طريقه الاستماع، يعني بدرس مثلا الاف اغلبيتهم مصريين بشوف بقرا وشوشهم دلوقتي مشاهد دلوقتي جايه الناس يعني اتنشن قوي ليا بعرف اقرا الفيشن اكسبريشن بتاعتهم على عكس اليابان مثلا وكوريا، كان عندي مثلا ناس طلبه عندي من اليابان وكوريا تلاقيه قاعد انا بشرح هخليك تعيط من حاجه بقولها وخليك تضحك من حاجه بقولها وهو بوكر فيس عنده موضوع اللي هو يسمع ويتاثر لا بس احنا عندنا موضوع ايه؟ حبه قنوات تمسك حاجات مش عارف واحد يطلع يتكلم طريقه كويسه تحبوه، واحد مش عارف تقرا فيديو مش عارف ايه الحاجات كلها بتاع الممثل تحبوه، واحد مش عارف عمرو دياب بتنجان تسمع الحاجات كلها فيتاثر، فانا اصلا الشباب بيتاثر قوي بالاستماع فدي احسن طريقه مثلى لينا للاستماع والكلام ده ابحاث مهندسين عابد بيتكلموا ساينتفك بروفز وريسيرشز والحاجات دي كلها ابحاث احنا اهم حاجه عندنا الاستماع، ولكن في بعض الناس تحب تتفرج على التلفزيون على اليوتيوب يقرا ويسمع في نفس الوقت شغل الكتاب زمان يقول لك بحب اسمع الشيخ واقرا في المصحف واسمع الايه واكررها حاول تعرف بالله عليك النهارده ايه هي الليرنينج ستايل بتاعك اللي هو الليرنينج ستايل او هو استماع كتاب اقراه وكتاب في نفس الوقت فيديوهات كلام مع الناس حاول تعرف ايه هي تمام ليه بقول الكلام ده مش هاري قررته كذا مره انا عارف ان انا رخم علشان ان شاء الله لما اجي اشرح الماتيريال واقول لك الام 3 فايلز دول مهمين جدا بيعملوا 1 2 3 4 5 تحطها عندك في جدول التذاكر ان شاء الله والله الفيديوهات مهمه جدا وهتساعدك كذا 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 لحد كلها تحط اسمها معاك في قلب الجدول ما تبصش الكلام ده كله هري وخلاص حلو؟ مره حلوه خلاص؟ خلاص؟ خلاص اكمل؟ خلاص يعني استكفينا ولا ايه؟ على فكره اقول لك حاجه صغيره اصحابك كلهم مهندسين ساكن مع ناس مهندسين اثنين صحابي بجد بعتز بيهم مهندسين يعني مش هزار المهندسين لهم حته في قلبي كده ما تبقاش الكلام ده تثبيت لكن بس يحكوا على الحق هل ترى المهندسين بتوع هناك هم زي هنا ولا هناك مش عارف خلونا النهارده ان شاء الله نحاول نفير اب طب مين هيكون معايا بقى؟ ولا نفس الكلام بتاع الكلام كله خلص كده الهري كله خلص بتاع الكلام كان عملي بقى ان شاء الله تطبيق دلوقتي ركز قوي مع صوتي مع الحاجات اللي هنا ان شاء الله وحاول تمسك الدنيا ماشيه ازاي اعرف بس مستواك بسرعه مين هنا لسه ما دخلش كليه؟ في واحد ما حدش يقول لي سؤال جامد. كما صايع يا كابتن حرام عليك. مين هنا أول سنة؟ يعني دي أول سنة لي أول سنة يخش كلية؟ مين أول سنة؟ معلش معلش حوالي 15 مين هنا تاني سنة ليه في الكلية؟ بس تالت سنة رابع سنة رابع أكتر خامس سنة
في سادس ولا لا؟ ما بقولش كده ليه؟ والله في سادس؟ هي تسعين واربعة صح؟ زي ما حد هنا خلص؟ انت جيت الكلية ليه اصلا؟ انا ما رحتش جبت النتيجة بتاعتي. ايه؟ 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 بس يا بتاع سلو انت العلم سلو هنا. طب صلى على مهما كنت ثانوي اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه ان شاء الله استفاد النهارده معانا. بسم الله بالله عليكم خد الموضوع ده وطبقه على اي انا رخم صح مع البنات ما بهزرش مش مع صبيان بجح والبنات ده عبقريب لا خالص. بتكلم فيه النهارده برضه عاوز اقول حاجه بسرعه سريعه بس على جانب على هامش الموضوع بتاعنا. بالله عليك خد الموضوع ده مثال وحطه على كذا حاجه ثانيه. محدش يقول لك على كورس على دبلومه على حاجه على ايفنت على محاضره على اي تنجان يقول لك خليه لما اخلص السنه دي يروح السنه الثانيه ها او سنه ثالثه اخليه في رابعه اخليه ما تخلص صح؟ ايس ال لا لا خليه في سنه رابعه عاوز كورس انجليزي لما اخلصه بعد ما اخلص مش عارف اخليه في رابعه احسن. هتتشغل مش عارف تاني عندكم سبعه ولا ثالثه دي حاجه زي كده على طول في الهندسه معروفه هتيجي ثالثه مش عارف ايه كده تخش قصه حب بعد كده مش عارف بروجكت بعد كده تخلص بقى تتجوز والحاجات دي كلها تقعد مش عارف تعمل اي حاجه خالص. ما بقولش كده هو اللي يعرف يعمل حاجه يعملها ان شاء الله لكن اللي بتكلم فيه حاول ثم حاول ثم حاول تقتنص كل فرصه كل وقت كل ثانيه. انا هو متخرج بتعلم مفيش مشاكل. حاول تقتنص كل فرصه كل ثانيه كل وقت عندك كل مجهود وكل وقت فاضي مش يظهر لي وقت فاضي انت تعلم ان شاء الله حاجه. احنا عندنا مثلث انا بتكلم ده الكلام غير الانجليزي عندنا مثلث سكيلز اكسبيرينس ماني. الناس فاكر على الماني دلوقتي اللي هم عاوزين فلوس عشان بس يجيبوا كم طقم حلو كم خروجه حلوه كم مصيف حلو. بالله عليك يا شيخ كل دول طالب او حتى خريج مش تفرق ركز على السكيلز والاكسبيرينس اللي دول هيجيبوا فلوس في الاخر وده وقتهم الماء يعني وقتهم الامثل ليه. تمام نرجع لموضوعنا كفر بس الجيف فيو واخد عكس ايه؟ شباب سامعين معانا هنا حبه فولدرز وانتوا حاسبوا الحلو ان دي اول مره او دي تاني مره لا تاني مره هشرح فيها الماتيريال دي. من حوالي ثلاث سنين عملنا ماتيريال في مصر لحالها جمعيات مؤسسات انشطه الحاجات دي كلها نقول للناس اتعلموا انجليزي بطريقه سهله وبسيطه من خلال ماتيريال سهله. بفضل الله ثم بفضل الله ثم بفضل الله ثم بفضل ناس ثانيه وانا معاهم يعني عملنا ديفلوب من الماتيريال دي بحيث انها ان شاء الله تكون احسن مش منها الشوائب والحاجات دي كلها. حد سمع الماتيريال دي قبل كده؟ حد سمع دي احسن دي فيها حاجات افظع واقوى من اللي فاتت فيها نفس الحاجات وفيها حاجات جديده فقريت مع بعض ان شاء الله ونحاول نشوف الدنيا ازاي. الماتيريال دي مقسمه لقسمين انجلش كابسولز 1 وانجلش كابسولز 2 English capsules 1 و English capsules 2. 1 فيها 3 main levels في الانجليزي بمعنى لو دخلنا هنا هنلاقي في كو بيس انترميديت ادفانس و 2 فيها الحاجات الثانيه. حلاوه الماتيريال دي حاجه ان 1 فيها الليفلز نفسها مش ماتيريال كده ايه هريسه على بعضها ولا مسقعه ولا حاجات لا خالص. هي متقسمه كلاسيفايد انتو ليفلز يعني انت لو الليفل بتاعك متوسط خش على مستوى متوسط هتلاقي حاجات تفهمها وتعلم منها وحاجات على فكره اكاديميه كويسه يعني النهارده مش هعرف حبه حاجات مش هتفيدك. تاني حاجه ان انت في الفضل التاني هتلاقي حاجه متخصصه اكتر يعني مثلا عاوز حاجات مثلا فيلم مونتاج لا حاجات في البيزنس انجلش حد تجاره حد عاوز يتعلم ازاي يكتب ايميل يعمل انترفيو بتنجان ده كل الحاجات دي كلها بيزنس انجلش. عاوز حد يتكلم عن ترانزليشن مثلا حد عاوز حد يتكلم عن برونسيشن هو دي ساعه كويس بس الاكسنت بتاعته ملوفي. ايه يا عم مش عايز اصلا امشي هتلاقي حاجات هنا هتلاقي حاجات في البرونسيشن حاجات في الانجلش تيتشنج لو عاوز تبقى ترينر ترينر ان جنرال ما هوش بس الانجلش بس انجلش تيتشنج هتلاقي حاجات هنا ان شاء الله ايديمز انت تحت حاجات في الايديمز حاجات في الجرامر حاجات في الموبايل ابلكيشنز بمعنى
انا مش لازم اتعلم ولا يكون عندي بي سي ولا لابتوب ولا ايباد ولا 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 اي حاجه. ممكن ولا يكون عندي باقه نت فلوس والحاجات دي كلها. لا، ممكن بموبايلك تحط عليه برامج من غير ما تنزلها باقه ومعيش مش عارف مساحه والحاجات دي كلها، جيجا ونص بس، برامج تخليك برنس في اللغه والتست والحاجات دي كلها من غير ما تعمل اي حاجه، تاخد بس الحاجات دي كوبي بيست عنك. المكان دي ان شاء الله اكسكلوسيف، حاجات انكلوسيف، حاجات فيها كل حاجه ان شاء الله محتاجها. فان شاء الله مش محتاج اي يعني حاجه، ما عملتش حجه من الاخر يعني. نطلع الفولدر الاولاني. اسمك ايه؟ حمائي؟ حمائي. حمائي. أمان. 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 أول فولدر كوم بيسك انترميديت ادفانس. طبعاً أول مرة. قلت هنا المثال إن إحنا نتعلم بنتعلم غلط، فبالتالي ناخد اللسان الراجل ده نفس المثال برضه وأعوده بالأول. عارفين مثل فين؟ تعرفين الفيديو اللي عملوه امبارح؟ الناس مش على الصفحة ولا إيه؟ مش عاملين لايك للصفحة؟ بتاعت حد سبورت. صلى على النبي. عارفين أحمد حلمي؟ عسل أسود؟ مثل فين؟ ثانك يو فيري ماتش. الشاكت؟ مثل فين دي في كل هي ساعة وهمشي خليها ساعة حلوة. مثل فين دي في كل مركز، في كل محافظة، في كل نجع، في كل قرية، كل مدرسة، كل فصل في مثل فيه للأسف متعلم غلط وبتعلم غلط. يعني أنت شاب كده كصلصال أو قطينة لسه بتشكل، هي بتشكلها غلط في الأول، فبالتالي اللي بيحصل حتى وأنت اتعلمت فاكر كلية هندسة محترم كويس عارف الحاجات دي كلها، هتلاقي إن أنت مش عاوز تتكلم مع حد. يعني دلوقتي حاليا عاوز تتكلم مع إنجليزي، هيخاف مش عشان هو ما بيعرفش إنجليزي، بيكون إنجليزي بتاعه كويس، بس خايف يتكلم معاك إنجليزي لا يغلط في كلمة أو كلمة مش عارف إن دي معناها كذا أو بتضرب بطريقة فنية، صح؟ مش تروي سولي. جميل. فانت اصلا اتعلمت غلط. فانت اتعلمت غلط. فاحنا عاوزين ده يتعلم صح من الاول، ودي اللي بنعملها ان شاء الله من الاول خالص عن طريق الاستماع وعن طريق الممارسه. شباب، في عاملين مهمين جدا 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 بيوقفوا اي عمليه تعلم في حياتك، يعني تعلم اي حاجه انجليزي، ماث، ساينس، اي حاجه. الحاجتين دول هم اول حاجه العامل النفسي، العامل النفسي. انت ما عرفتش تحكم على نفسك مش هتعلم اي حاجه. لو انت النهارده ما حكيتش على نفسك تيجي النهارده تحضر معانا وتقعد تسمع كلام الرخم ده مش هتتعلم، مش هيتعلم. تاني حاجه هي البيئه المحيطه، العامل النفسي والبيئه المحيطه. لو انت مش في مكان او في بيئه تساعدك على النجاح صعب انت تنجح، مش هقول لك مستحيل تنجح، صعب انت تنجح. عشان كده بتلاقي ايه؟ لما الواحد يسافر ويقعد في بيئه تساعده على النجاح، والنجاح هو العامل الاساسي وعامل مؤثر وعامل يعني الموجود في هذا الموضوع، تلاقي الموضوع سهل. لما تقعد هنا مثلا وللاسف الفشل هو العامل الاساسي، وان مثلا دفعه جميله زي دي تلاقي بس هم اربعه خمسه اللي بيذاكروا ولا 10 20 اللي بيذاكروا هندسه، 50 اللي بيذاكروا وهم يقول لك ده دحيح مش عارف ايه. لا، هناك في امريكا وفي الحاجات دي كلها انت الدفعه الجميله دي كلها كله بيذاكروا، ده الطبيعي. فهي دي العامل المساعد الثاني، البيئه المحيطه. تحاول بالله تظبط العامل الاول نفسيا، العامل الثاني هو البيئه المحيطه، تمام؟ هنا ان شاء الله في كور وبيسك وانترميديا تلاقي حبه ماتيريالز متقسمين ام 3 فايلز بي دي افس وفيديو. فبالتالي اللي هنا ليرننج ستايل بتاعه بي دي افس، هنروح بي دي افس، فيديوز ام 3 ام 3. عاوز اوصل لكم حبه حاجات ونصايح في السريع وانا قاعد بتكلم، يعني انا بتكلم كده بفتكر حاجات بقولها لكم على طول، يعني بتكلم على طول بترجل في كلامي على طول، ما بقولش اي برزنتيشن والاستادي اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه على طول بقول الكلام يعني بظبطه بشكله حسب الناس اللي قاعده قدامي. في حاجه اوصف فيها، حاول تسالني لو في اي حاجه واقف معاك او مش فاهمها، حاول تقطعني لو في اي حاجه يعني مش فاهمها. هقول لك حبه نصايح في السريع. يعني مثلا اول نصيحه اقولها لكم القاموس. عارفين القاموس؟ للاسف 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 مين هنا بيستخدم جوجل ترانزليشن؟ انجلش عربي عربي انجلش. بسرعه عشان اخش اللي بعديه. مين هنا كان بيتعلم زي زمان في الكراسه ولا في الكشكول ولا الباذنجان ده يقول لك ايه؟ قط يعني ايه؟ قط 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 ايه؟ كات 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 صح؟
فار يعني ايه؟ فار 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 يا ها رات 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 قبعة يعني ايه؟ هات 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 معاك الدرس ونجيب امتياز وناخد نجمة وخمس نجوم وممكن يديني ملبسة بتاع بمبم دي ولا بتاع زمان بقى صح؟ ما كانش فيها ايامكم بمبم بمبم وسيني كولا وسبورت اللي بتكلم فيه دي طريقة غلط انت دلوقتي بص بص الكلام ده ينفع زمان لما كنت خلاص بيبي لسه في الثانوي ولا خلاص تبقى في الكليه دلوقتي فبتعلم عندك سرعه وتيره الحفظ وتعديل الفهم اكبر واحسن بكتير جدا فكلمه قط يعني كات وفار يعني رات ومش عارف يعني جات الحاجات دي كلها انساها انا لما اجي اتعلم كلمه جديده في قلب اللغه اسف خلاص بقى زي الفل فوق دماغي شايفين؟ يا عم تعالى اقف وين يا اسطى. انا من اول النهارده ان شاء الله خد عهد على نفسك بالآتي. هتعلم كلمة هتعلم كلمة انجليزي هتعلمها بالانجليزي. ليه يا عبد الله؟ لحاجتين برضه. انا لما افتح القاموس مثلا ممكن افتح مثلا كول هنا كول انا في قاموس حلو قوي اسمه كامبريدج 3rd اديشن ديكشنري ده قاموس والقاموس بالله عليك بالله عليك فايدته ان هو يبسط لك الكلمه مش يخلي الكلمه اصعب بمعنى في كلمه مش فاهمها كلمه بوي مش فاهم يعني كلمه بوي مش عارف ازاي بس مش فاهمها هخش هيقول لي اتس ميل مثلا كذا اتس كذا كذا فبيديني بيديني مصطلحات وكلمات اسهل من الكلمه اللي انا مش عارفها فلما اجي اتعلم الكلمه كلامها انجليزي انجليزي احسن واوفر ليا وليها حاجتين مهمين ان شاء الله على النبي صلي على النبي في اللغه في حاجه اسمها انبوت وفي حاجه اسمها خلاص دي ميكانيكا ومش عارف هو ولا ده عارف ميز بس انت الناس دي انت بتعمل ايه انا عايز في ميه في ميه دفع 2 جنيه خدوا على على ستيريو تايبس ها معدنيه مش حنفيه ومتربسه ولا مكبسه فيها مسامير لا صوب ليش حد عنده كلمه ثانيه حد عنده كلمه كانت دي كانت دي شرب اللغة عندنا أربع مهارات قاموس listening, speaking, reading, writing في حاجة اسمها input في حاجة اسمها input هي الحاجات الـ receptive بتاعتي أنا بعرف بقى receive information اللي عندي جوه تعالى عبارة عن نفس الإزازة دي بحط جوايا محصلة لغوية هي اللغة حد يعرف كلام صيني هنا؟ صيني صيني ها ليه تعرف تتكلم الصيني؟ عشان انت ممكن مثلا قرأتي كام كلمة، عرفتي كام كلمة، حفظتي كام كلمة، عندي محصلة لغوية، أغلبيتها ما عندهمش كلام صيني، ليه؟ ما عندهمش حصيلة لغوية، ما عندكش حاجة جوه، ينفع تديه وأنت ما عندكش؟ هتقدر تدي؟ هتقدر تدي؟ ولا مش قادر أديك؟ في حاجة اسمها input في حاجة اسمها output. الانبوت بتاعي هو الليسننج وال بستعبد معلوماتي منين؟ من الليسننج منين؟ والريدنج حد فاهم حاجة؟ هعرف الموضوع ولا أكمل في الموضوع تاني أحسن؟ كمل يا اسطى. مونتاج. ده أنت أحرق كل فيلم. تمسكش ليه يا عم؟ شباب صلوا على النبي. أنا عامل زي الإزازة دي جوايا جوايا هي الحصول اللغوية مش اللغوية، لغوية. بتعلم عن طريق حاجتين مهمين جدا في مهارات اللغه هي الليسننج باخد عن طريق الليسننج الاستماع وعن طريق الريدنج القراءه وبتكلم وعبر عن نفسي عن طريق حاجتين هما الكلام والكتابه فاللي بتكلم فيه دلوقتي ان واحد زي عبد الله واحد زي احمد سليمان سلموا على بعض واحد زي احمد سليمان واحد اسمه مايكل سليمان بيتكلم مع مايكل وبيتكلم و هاي هاو ار يو هاو يو دوينج ام فاين ثانك يو بلا 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 هاو بين او وات يو داي وات اب تو بلا بلا الحاجات دي كلها وهو بقى بيعبر عن نفسه بكلمه والكلمه دي كان حافظها هات يعني كات ورات يعني فات والحاجات دي كلها هتلاقي اللي بيحصل
وقف هتلاقي على طول يقول لك كلمه كده تعرف معناها. بمعنى قال لو دخلت على القاموس ده وسطرته وشغلت واخد عليه كلمه مش عارفها وحطيت الكلمه دي هيديني حاجات اسهل منها، فبيديني امثله ومعناها ومش عارف اصلها واديني الحاجات دي كلها. فانا بس ازيد في الحصيله اللغويه بتاعتي بقلب الكلمه دي. الكلمه دي لو انا نسيتها ما عرفتهاش نسيتها خالص مش مشكله معايا خالص، بعمل ايه؟ هقول المعنى بتاعها. فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ لا طبعا طب ثانوي ها؟ لا في ماجستير. ماجستير؟ ماجستير ثانوي ماجستير. فالقاموس مهم جدا، القاموس ده حالته ان هو اوف لاين كل الوقت، معاه هو ايفونز ومعاه مش عارف انفكس مش عارف معاه اي او اس والحاجات دي كلها، فكل الوقت ما عندوش حاجه ان هو يتعلم وعنده قواميس جاهزه اوف لاين واون لاين والحاجات دي كلها. القاموس حالته ان هو بيديك البرونسيشن، مسني فيه كان بتعلمني كلمه غلط في القاموس هيقول لي كلمه صح. انا يا اما هسافر زي سليمان واروح امريكا واقعد اسمع الانجليزي الصح ولساني يتعدل هناك، مش اذا مش يتعوج يتعدل هناك، او اصعد على الموضوع بيه قاموس كويس حلو يديني الامريكان اكسنت والبريتش اكسنت بطريقه سهله وبسيطه. على فكره في سؤال هنا، ايه اللي احسن البريتش ولا الامريكان؟ بريتش امريكان بريتش امريكان ايجيبشن صلى على النبي. انا قلاش انا مسخره لوحدي بس خلوني ايه اخلص الموضوع كاني بستاند اب كوميدي هنا ماشي. بريتش امريكان استراليان ساوث كوريان كنديان اي حاجه دي كلها اكسنتس، دي كلها اكسنت مفيش اي فرق خالص. هو زي موضوع الموضوع ايه القاهره واسكندريه، القاهره والصعيد، القاهره والسويس، مصر والسعوديه، مصر وليبيا، مصر والجزائر، كله عربي تحت مظله واحده هو اللغه العربيه. لكن تختلف بس في اللهجات، واحد يقول لك كوبي واحد يقول لك كوبي، كونفرسيشن كونفرسيشن. في بعض الحاجات السهله البسيطه اللي هي ايه اي ار ار اي او يو ار، الحاجات دي كلها الحاجات دي سهله. لكن اهم حاجه الكور عندي هو الانجليزي، فتعلم اول انجليزي عاوز اتعلمه بريتش مش مشكله، امريكان مفيش اي مشاكل. اللي بتكلم فيه دلوقتي ان بالله عليك ما تقوليش انا اتعلم بريتش اكسنت او امريكان اكسنت ازاي والحاجات دي كلها، هتلاقي حاجات ماتيريال ان شاء الله قويه جدا هنا. اطلع بره يا في طاوله تعتلش ماشي ماشي. طب خش خش جوه بقى هنا، خش جوه جوه تاني بس خلاص صلى على النبي. نصيحه في السريع برضو قبل ما اكمل كلامي هي ايه؟ ما تحفظ كلمات عبد الله ثانيه واحده. هي اللغه اصلا عباره عن حبه كلمات بحطها مع بعضها تعمل جمله، بحطها مع بعضها تعمل باراجراف او اتكلم، فبعبر عن نفسي صح؟ ما تحفظش كلمات لوحدها، احفظ جملة كاملة. بمعنى اللي بتتكلم صيني او بتتكلم صيني او تركي او ياباني او ماليزي او اي حاجة تانية، لو جيت في اول اللغة تتعلمها وتعلمت كلمات مفرطة مفرطة، زي سليمان وهو بيتكلم مايكل ولا جون ده يقول له ايه؟ هاي اي ام ولا از ولا ار ولا بس لا اي ام احمد سليمان اي، ويفضل يتحت 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 ويجيب لي ام هابي تو ولا از از يا بنت حزلوم اي حزلوم. حد شاف الحلقه دي؟ حد شاف الحلقه دي؟ تنزانيا اي حزلوم موت حاجه اسمها حزلوم. فبيتحت احمد سليمان وهو بيتكلم مع مايكل ولا جون ده وبيقطع كده خمس كلمات خمس كلمات، فبيجيب مع بعضها وبيبدا بيفكر بالعربي الاول، بعد كده يحط الكلمات مع بعضها بالعربي، بعد كده بيترجمها بالانجليزي الانجليزي بتاعه يعني، بعد كده يحط الكلمات المناسبه في كل حاجه بالانجليزي يحطها في قلبه. كل راجل سافر اصلا بلده. لكن انت لو انت حافظ على طول حب الجمل هير ذا بوينت، ايه اللي هيحصل؟ اللي بيحصل كالاتي، بيعمل قاعده حوار ما بيني وما بينه. احمد سليمان دلوقتي راح يتكلم مع راجل فحافظ جملتين في الاول، هاو ار يو هاف يو بين وات يو اب تو مان توداي. هو بيعمل اول استابلشنج رابور مع الراجل، بيعمل قاعده يتكلم معاه، بعد كده تحت الراجل بيستعمل حاجه انت جبته بالكلام، يعني دلوقتي حالا بتتعلم اي لغه وحفظت جمل في الاول هتلاقي الموضوع كده ان شاء الله سهل معاك، بتعرف تركيب الحاجات دي كلها سب كونشس لعقلك اللاواعي بيبدا يشتغل الحاجات دي كلها، فاهمين ده ماشي معايا جدا؟ هنا في حبه ان شاء الله حاجات برضه في الكور، انا بتكلم بقى حاجات ثانيه حاضر على السكيورتي سيرفي دلوقتي. هنا في الكور ان شاء الله هتلاقي حبه حاجات غير الـ غير الـ غير الدكشناري، هتلاقي حاجات جمل جمل شائعه مصطلحات، هتلاقي حبه اسئله، تعمل الحاجات دي كلها. عاوز اعمل بسرعه كده ان شاء الله سيرفي بسرعه بسرعه حالا
30 ثانية من هنا مستوى مفيش ميح زيرو ما تكسفش ها عاوز اعرف مش هشتغل كده 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 انا هطنش مبتدئ الناس مش كده راحت يعني دو فور يور سيلف مين مستوى مبتدئ حلوة دي ها مين مستوى متوسط في اللغة صح كل دلوقتي كده هو دي سين بقى والكلام ده ماشي مين مستوى عالي في اللغة انا في بنت وتامر 400 واحد فمش عاوز يعني ايه مين مستوى عالي في اللغه يعني ادفانس مثلا ادفانس يعني مستوى يعني عالي برنس في الاخر بيعرف يعبر عن نفسه يتكلم وتحاور مع الراجل مخافين صح طب مين اللي مستواه غير الحاجات دي كلها انا مش عارف في ناس كده ما بتقولش كده حد يسيده في البيت ايه يا عم الحاج ما ايه هتقلق ليه ولا سيب فين الناس مالي كريم مش صح اوفر كواليفاي اللغه الثالثه فرنساوي معلش معلش جيل ده بكام 12 بعرض سواء كان مستواك ما فيش وركز معايا ان شاء الله مستواك ان شاء الله متوسط او مبتدئ او عالي ما شاء الله تستفاد انت مستواك ما فيش ان شاء الله تطلع جاهز في ده ليه؟ مبتدي هتلاقي حاجة إن شاء الله ليه؟ مستواك حتى عالي وبرنس في اللغة فأنت محتاج تكونتينيو لانجوج، أحمد السلام سافر أمريكا، ولكن هل مستواه في اللغة الإنجليزية كان زي ما كان هو في أمريكا؟ استحالة، هل بيتكلم كل يوم إنجليزي؟ مع أهله مع أصحابه مع أخواته في المدرسة في الملعب في النادي في المطبخ في الحاجات دي كلها؟ تنسى، فاللغة عنده بتروح. اللغة أول كلمة اتعلمناها هي لانجوج. يوز إت أور لوز إت. دي أي حاجة، حد بيعرف يسوق هنا؟ حد بيعرف يسوق؟ حد بيعرف يسوق؟ لو بتسوق لو بتسوقي وبطلتي فتره طويله لسه ما خدتيش مش على الفورمه بتاعت السواقه بقالك باللغه بتكلمها كل يوم لو واحد احمد سليمان سافر بره وقعد هناك 10 5 15 سنه ورجع تلاقي العربي بتاعه اتكسر صح؟ صح؟ دي لغه الام اللغه الاصليه بتاعته اللي اتعلمها بسبب في الاول خالص اتاثرت بسبب ان هو ما بيتعلمهاش ما بالك بلغه انجليزيه او لغه اسبانيه او صيني او اي حاجه ثانيه وبيتعلمها وما بيمارسهاش هتروح صح؟ صلى على النبي ونطلع بره خالص هتلاقينا ان شاء الله في ثانية واحدة ما تعرفوش تاني بسرعة هتلاقينا ان شاء الله كامبريدج دي حالة كور الموجودة عند كل الناس المفروض كل الناس تخش عليها ان شاء الله حاجة اسمها كامبريدج ثيرد اديشن ديكشناري انجلش تيست عاوز تحدد مستواك وعاوز حاجات تحدد مستواك خش هنا تلاقي فولدر مليان امتحانات بالهبل ويقول لك مستواك عامل ازاي عاوز حاجات بقى حتى قاموس انجليزي عربي انجليزي بص شباب اخر حاجة في القاموس في كلمة انا ما عرفتهاش بخش اجيبها انجليزي انجليزي معلش افهمها بجيبها انجليزي انجليزي تاني من قاموس تاني قاموس تاني قاموس ثاني قاموس خامس بعد كده ما فهمتهاش يا طيب انجليزي عربي عربي انجليزي مش فاهم معايا بس حاجه ايه 10 مرات محاوله انجليزي انجليزي هتستهبل وتخش يعني وتستسهلها ان انت تخليها انجليزي عربي انجليزي براحتك بس ما تنساها ماليش دعوه خالص ومفيش اي حصيله وقت خد احنا بدينا حبه مصطلحات وعلى فكره ان شاء الله حبه حاجات جميله جدا ان في ناس كتير بتسالني هنا عبد الله احنا عاوزين حاجه اسمها اي اس بي English for specific purposes. انا مهندس عاوز اعرف الترمز الترمينولوجي الحاجات دي الجاردون بتاعي ايه هو الحاجه اللي بتكلم بيها عشان اعرف اقرا الكتب ومراجع الحاجات دي كلها. هلا ان شاء الله في حبه حاجات هنا معاجم هندسيه قويه جدا ان شاء الله في الميكاترونكس والحاجات دي كلها. اطلع بره يا عماد يا حمدي. خش على بيسكس يا عماد يا حمدي. خلص يا عماد يا حمدي. هتلاقي حاجات اوديوز بي دي افس وفيديوز خش على الاوديو. خلص. في هنا تو فايلز مهمين جدا. أول فايل اسمه خش عليه. اسمه بقى. إيه ده وعشا؟ وقف. دي حزلقوم برضه على فكرة، ما حدش شاف الحلقة دي. موت فيه. أنا حافظها، بص أنا ما بخش على أي حاجة، أو ما بهزرش، ولا أسمع أي حاجة، أنا حزلقوم. هنا في الفولدر بتاع بيسكس في الأوديو وركز معايا واحفظ الحاجات دي كلها عشان تاخدها وتحطها في الجدول بتاعك إن شاء الله. لو حد انا بسرعه عشان هنا الناس مستوياتها عاليه ما شاء الله لو مستواك ما فيش او مستواك لسه ضايع على فكره لو مستواك مبتدئ او متوسط لو منك راجع الحاجات دي عشان الحاجات دي فيها اساسيات هتلاقي هنا بيعلمك لغه عربيه لغه عربيه Tell him.
هتكلم بس مش اكتر. فقالتني ايه؟ حط لسانك في بقك. هير از ذا بوينت يا شباب. في حاجه اسمها VOA VOA وحاجه اسمها NPR. VOA اللي هو فويس اوف امريكا وحاجه اسمها NPR اللي هي ناشونال بودكاست راديو او بابليك راديو. عارفين بي بي سي وسي ان ان؟ صح؟ اه عارف اتعلم انجليزي افتح سي ان ان بي بي سي وسي ان ان صح؟ بي بي سي اكشن وتو والحاجات دي كلها. بتعقد بقى في خلاص خلص الموضوع صح؟ VOA فويس اوف امريكا NPR ناشونال بودكاست راديو او بابليك راديو عباره عن موقعين بتوع اخبار زي بي بي سي وسي ان ان بس مش مجعلصين زيهم يعني معنى. هخش اقرا مقال او حاجه عن البي بي سي على البي بي سي او سي ان ان بزهق وما بكملش اول باراجراف عشان الموضوع مجعلص كبير. الناس دي قويه لغويا وبتعرف تعبر عن نفسها بمصطلحات وحاجات قويه بتاعت الصحافه ما بعرفش اتعلم صح؟ وبقفل حتى الكلام مكتوب عني مش عارف اقرا حاجه عنه واقفل خلاص. في او اي ان بي ار نفس الاخبار ولكن بطريقه سهله سلسه هي موجهه للمتعلم اللغه الانجليزيه زيي وزيك عشان يتعلم. بتوفر له حاجات سهله طريقه سهله في التعلم والتلقي وكمان في امكانيه في امكانيه تسمع كمان الحاجات الاخبار. الشاهد من الموضوع ان في او اي عامل حاجه اسمها 40 درس لتعلم اللغه الانجليزيه. عباره احمد سليمان راح امريكا وقعد هناك حوالي 40 يوم او 50 يوم كل يوم بيتكلم في موضوع موضوعين ومن اول ما بينزل يقول هاي ماي نيم از احمد سليمان بلا بلا بلا. لو انت مستواك منيح في الانجليزي والحاجات دي كلها مش ليك انت بس ليك ولغيرك اتعلمها لغيرك. لو انت مستواك منيح في الانجليزي وخشاك بس هنا هيقول لك خمس جمل بالانجليزي وبعد ما يقولهم لك يقول لك خمس جمل هم بالعربي بلغه صحيحه منقحه سهله جدا 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 يعني الفهم. وبعد كده ما تقولش مش انجليزي حبه هري انجليزي حبه هري عربي. بعد كده هتلاقي ان في ان شاء الله يعني ترجمه للمفاهيم يعني اقول لك ايه؟ لو في اي حاجه لها علاقه بالقواعد او برونسيشن او حتى الكالتشر بيشرحها لك بمعنى هنا بيقول لك هلو ماي نيم از احمد سليمان نايس تو ميت يو 25 years old مستني بابا بابا الحاجات دي كلها. يقول انه يقول انه احمد سليمان عنده 25 سنه يدرس في كذا كذا الحاجات دي كلها ويبدا يقول لك ايه كلمه هاي بتتقال في الاول جود مورنينج بتتقال في الصبح جود نايت مش عارف بتتقال بالليل. ده بيشرح لك اللغه من الاول خالص ما عندكش حاجه تتعلم جميل. انا لو الناس المبتدئه او الناس لسه بتتعلم انجليزي من الاول خالص وفي 40 درس زي دولت الدرس 13 دقيقه او 15 دقيقه بالظبط. هاخد درس لمده 3 ايام اسمعه 10 15 مره كل يوم خمس مرات مش هزار. حط في الجدول بتاعي سبكونشسلي انا بعمل ابزوربنج عارفين ابزورب يا هندسه ابزورب باخد كل الناس باخد كل المعلومات اتعلم بيها. اطلع بره يا عماد اطلع بره يا عماد. في حاجه اسمها اوديو رولز الفولدر اللي لسه رايحين له دلوقتي ده عباره عن 7 رولز في قلب اللغه. انا لو منك حتى لو مستواك عالي هنا تلاقي في حبة جمل سهلة وبسيطة جدا 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 تتعلم لغة. اطلع بره خالص يا عماد اطلع بره. اوكي مش بره قوي كده. الشاحن الشاحن انا معلش عادي ها خليكم معايا. بالنسبة للناس اللي قلنا عليهم دلوقتي ان شاء الله لو مستواهم قليل خالص نعمل في الجدول بتاعنا حاجات صوتية. عارفين يا شباب حاجة صغيرة؟ صلوا على النبي. الجبال منين؟ تبنى من ايه؟ من حصى صح؟ نفس الموضوع، أنا مش عاوز تقابل كام؟ مش عاوز تقابل يعني تكرس حاجة تكرس وقت، وإن شاء الله الأجازة الجاية ثلاث أشهر إنجليزي بس، بص هسجل الإنجليزي لغاية ما ريحت كلها إنجليزي، هسجل كل حاجة في الإنجليزي، مش عاوز الموضوع ده، أنا عاوز بس يعني إيه؟ النص ساعة راح جاي بتاعتك اللي هي بتروح بيها من الكلية للبيت أو من البيت للكلية لو بتضيع بس نص ساعة بس يعني، أنا عاوز نص ساعة راح نص ساعة جاي كده ساعة ونص ساعة قبل النوم، ساعة ونص كل يوم، عاوز ساعتين كل يوم منك بس بس وانت في المواصلات وانت قاعد بتطبخي وانت قاعد بتذاكر وانت قاعد بتعمل اي حاجه خالص اسمع بس الحاجات دي. الحاجات دي كلها هتفيدك مش هزار. يعني انا اصلا من شبرا وكليتي في جامعتي في مدينه نصر كل يوم ساعه ونص رايح وساعه ونص جاي. ما بعملش حاجه ان انا بس بحط السماعه في وداني وانا رايح في المترو واسمع بقى مرسي سيسي خناقات بتاع الحاجات دي كلها كل ده كده على جنب هسمع انا مع نفسي الحاجات اللي اقول لك عليها دلوقتي حالا ان شاء الله وانا رايح ساعه ونص وانا جاي ساعه ونص بس مش هزار. اتعلمت حاجات اكتر من الانجليزي كمان في الوقت ده كله. فا يعني الوقت اللي سهام بيه على طول بيقول لك ايه؟ اجعل عباده الانتظار وتسبيح واستغفار صح؟ خليها تسبيح واستغفار وتعليم كمان. حاول تعمل الموضوع ده ان شاء الله. لغايه ما يفتحوا عاوز بس اقول برضه حبه نصايح ثانيه. يا ريت يا ريت بالله عليك وانت تتعلم انجليزي ما تتعلمش انجليزي اخر الاسبوع يوم واحد خلاص اللي هو ايه؟ لا. في مقوله حلوه بيقول لك خير لك ان تسمع ان تسمع كل يوم نصف ساعه خير لك ما تسمع في اخر الاسبوع 3 ساعات ونص. بمعنى
لو انا كل يوم هسمع نص ساعه تاني يوم نص ساعه نص ساعه نص ساعه كل يوم في براكتسنج احسن ما اسمع في اخر اليوم 3 ساعات ونص. الموضوع ده هيؤدي الى شيء. في ناس كتير مننا بتقعد تذاكر انجليزي تاخد كورسات تروح تتعلم تعمل الحاجات دي كلها وبعد ما تخلص كل حاجه تسيب الموضوع خالص ولا كل شهر بعمل مش عارف براكتسنج كل مش عارف ما ينفعش. يد الله مع الجماعه خلص يا عم يد الله مع الجماعه. البيئه المحيطه مهمه جدا ليك. لو انت جيت تعلم انجليزي لوحدك هتلاقي البيئه المحيطه بتعمل لك ازاي؟ الله يرحمه يا عم بقول لك ايه نبي عربي صح؟ ايه تاني بنقوله؟ الله يرحمه كان ايه؟ فالترجمه تنزل انت. فتلاقي الكلام ده كله بيطبق العزيمه عندك. حاول تلاقي حد او اثنين كويسين عندهم نفس الموضوع، يعني بقول لك حاجه مهمه جدا. مش مكسوف؟ مكسوف كيوت. تقول ايه؟ تقول ايش؟ اجيبها بس يا عم خلاص ثانية واحدة اجيبها. صلى على النبي. خش نصيحة عندي نصيحة بالهبل العظيم مش هزار. يا راجل حاجة تانية عاوزك يا شباب وتلعب وتتعلم لغة ما تنساش كل الفور سكيلز. يعني الاستماع لي حقه والكتابة لي حقها. بمعنى بشوف ناس فطاحل في الكلام وبراكتسنج فظيع ويتكلم واد بص واد فظيع بيت فظيع كلام تكتب كده كام جملة ما تعرفش تكتب جملة في سبيلنج ميستيكس جرامر ميستيكس الحاجات دي كلها. عاوز تكتب كويس اقرا كويس. واقول لك ايه دلوقتي عاوز تتكلم كويس اسمع كويس كويس دي يعني مش 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 بحطها كده خالص في الكلام بتاعي. كويس معناها صحيحا استمع وليس اسمع وخلاص. معنى هسمع ان الكلام بيقول لك ايه يا عبد الله خدنا ماتريال وجميله جدا وكان بتاعك محفز وحلو قوي سمعتها وما عملتش اي حاجه خالص. ثانيه واحده كده المشكله عندي ولا المشكله فين بالظبط؟ لا هنجرب الحاجات دي كلها معايا مع اخواتي ومع ناس صحابي مع تلاميذ عندي والحاجات دي كلها وناجحه. العيب فيك انت سعادتك. تعال نحل الموضوع. تسمع ازاي؟ والله عبد الله بسمع وبعد قلت لي والله ساعه ونص رايح ساعه ونص جاي واحط في العربيه واحط بقى وانا نايم من النوم الحمد لله بسمع. طب هل بتسمع كويس؟ يعني ايه كويس؟ مش بسمع كويس يعني اهو بسمع كويس. لا بتسمع وتكرر تسمع وتكرر. لما سليمان سافر امريكا يسمع عشان الكلمه دي فعارف الكلمه دي صح بتبقى بالطريقه الفلانيه يسمع من كده بقى من الاكسنت بتاعتنا. فلما قالها بالطريقه الفلانيه هو كرر معاه وسمع كويس انتر اكتف ليسننج دلوقتي كوميونيكتف ليسننج. لما سمع كويس سمع وقلد خلص الموضوع. لما جه يقرا قرا كويس تمام. في حاجه مهمه جدا الناس تقول لك ايه عاوز اقرا تروح عامل ايه جاي لك اتقن كتاب اتقن نوبل اتقن كتاب كمان الناس اتقن كتاب يبدا يقرا لك فيه هيمسك المقدمه يترجم فيها ثلاث اسابيع هيقرا الكتاب وهيسال عارف اصلا هو اصلا هو بتتعلم ليه. حاول هنا مكتبات مثلا في النوف مثلا في المنوفيه او مثلا في الازبكيه عندنا في القاهره حاول انت بتجيب كتاب تفتح اي صفحه فيه دي نصيحه ليك. I am your waiter. We are جزاك الله خير. اقفل بقى. دي لو صعب تشتري كتب عاوز تتعلم الانجليزي صح؟ جيب الكتاب افتح هات صفحه كامله اقراها كامله مش اللي هو ايه؟ لا الكتاب ده بص لا حلو لا حلو حلو الجلد حلو من بره بص لا بيتكلم في كام ده يا برنس؟ لا اقرا الكتاب ما تقراش كله ولا تشطر الكتاب ده كله حتى اي حاجه اقرا بس صفحه كامله. نسبه استيعابك للحاجه 80% فيما فوق جيب الكتاب ده واقراه ان هو ده هيعلمك ليه؟ أول حاجة إن الكتاب ده حاجة انترستنج طبعا ليك أنت ريليتد يعني يور ساينس بقى ميجر فيه انترست أي حاجة. الكتاب ده هيخلينا كلمة لغة الآخر أنا فاهم معظم الكلام والكلام اللي أنا مش فاهمه هجيبه من القاموس إنجليزي إنجليزي وهتلاقي عندي موضوع هيحصل له غاية كبيرة جدا. لكن أنا مش فاهم الكلام أبطريته هترجم وترجم 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 كلها حبر مش فاهم حاجة في الآخر خالص. هنسى أصلا ليه قرأت الكتاب وهلوز انترست إن أنا أكمل قراءة في قلب الكتاب. فاهمين يا شباب؟ جميل؟ كمل كلامي اطلع بره يا عماد. عماد اطلع بره كده خلصنا البيسكس. خش على الانترميديت. والانترميديت جوه في حاجتين. خش يا عماد ايوه على الانترميديت في حاجتين في بري انترميديت في ابر انترميديت. المستوى المتوسط ده كبير مش صغير يعني ده الوحيد اللي متقسمينه جوه مستويين. في ناس لسه على بدايه الطريق وفي ناس خلاص على هاتف في خلاص في وشك ان هم خلاص طريق. اوديو بوكس ده ايه ده بري انترميديت او بري انترميديت هتلاقي في حاجه اوديو وفيديو. خش على اوديو يا عماد. صلى على النبي. اللغه حد بيدرس هنا لغه؟ جميل ساعدوني. اصغر
مكون انا كريم كريم صح؟ كريم ولا ياسين؟ كريم. كريم قال لي في حاجه اسمها ديجو دويدي اصغر حاجه فيها بالالكترونيات. دايود فدي او اي دي مش عارف خلاص. اصغر مكون في اللغه، ناس بتدرس لغه، اصغر مكون في اللغه هو ايه؟ حرف؟ ساوند. ايه؟ ساوند مش الصوت. انا راجل اصغر فعل بفايل. بيقول لك الصوت ده بيتنطق ازاي؟ وبعد كده بيقول لك الصوت ده في اول الكلمه ازاي بيتنطق، ويديك حبه امثله تسمع كويس تقول الامثله وراه. بعد كده يقول لك الصوت ده في نص الكلمه بيتقال ازاي، ويقول لك امثله كتير جدا. الصوت ده في اخر الكلمه بيتقال ازاي، ويقول لك امثله كتير جدا جدا جدا. ممكن نفتح حاجه نجربها، ممكن نفتح حاجه معاكم نجربها، بس الكلام ده ما بقاش نظري بس. ممكن يا عمال تخش على واحد مثلا اي حاجه، تخش على اي حاجه ثلاثه او اربعه اي حاجه. ده 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 ده. Curve the front of your tongue out of your mouth, but don't let it touch your mouth. The back. انا اجيب صوت تاني، اجيب صوت تاني عشان ده هيحصل في لخبطه. يقول لك ار ده حرف الار. لا لا، هو صوت الار ار مش الار زي ما ده خالص. في حاجه صغيره سهله وبسيطه. بسم الله اسمع. نقول بسم الله. Phoneme number 5, the NG sound, Phoneme number 6, s, as in sun. Sun في أول كلمة. Listen. Listen في نص الكلمة. Race. Race. هنا هيقول لي في الأول إزاي الأصل التكوين. لو عندنا ناس في اللغة وفنوتكس الكلام ده كله في النولوجي، هيعرف إن هنا في تكوين مش عارف أنفي وسمعي والحاجات دي كلها. فنعدي الحتة دي مش مشكلة، بس عاوز أنا أستفاد من الموضوع ده إزاي؟ هسمع الأمثلة اللي فيه بمعنى. To make the sound session standard. Standard. بكرر. Zero scientific. Zero scientific. مش فاهم الكلمة أصلاً، أنت بس قلد الصوت وأعرفه. Stamp. Stamp. في نص الكلمة. Small. Small في نص الكلمة. Exceptional. Exceptional. فبتاعي في النص أنا بقلد وراه حتى مش فاهم الكلمة دي إيه، بس أنا عرفت الصوت إزاي. أنا عاوزك بقى في المد... يعني قبل ما بدأ الحاجات دي كلها، سجل نفسك باراجراف واحد وشوف صوتك كان عامل ازاي، ايه هي البرونسيشن بتاعك عامل ازاي. وبعد ما تعالج الحاجات دي كلها هم 40 درس، انا حوالي كل يوم خدت بس فايل واحد. كان عندك شهر و10 ايام يا عم جمعه جاي، شهر ونص، شهر ونص اشتغل على نفسك كل يوم. بس خليك راجل، خليك جدع مع نفسك. بعد شهر ونص سجل نفسك تاني، تلاقي انسان تاني خالص. في نص الكلمه اكسترا. اكسترا في اخر الكلمه. مس. مس. Two different pronunciations of this. حتى دي كمان different pronunciations. يقول لي كمان عبد الله في غلط بيعملوا بين الز والحاجات دي كلها ازاي؟ Same form. Oh, we pronounce all three like boasts. Boasts. Lisps. Lips. To me. Labs. حتى كمان بيبدا يحط لي الصوت ده في قلب جمله كامله، بحيث الموضوع يا شباب خلال 40 يوم الكورس اللي هاخده ده واحطه على نفسي في الجدول ان شاء الله خلال 40 يوم، كل يوم اخد بس صوت واحد، شهر ونص اخلص الحاجات دي كلها، هيكون عندي برونسيشن تاني، تاني خالص. عماد عايزك تطلع بره؟ انا بص هخلص ولو في وقت عشان اخد اسئله الحاجات دي كلها، ممكن اتكلم عن منح لو حد عايز يتكلم عن منح؟ ايوه اطلع بس بره. اطلع بس بره بس خلاص تاني كده. هقول حبه حاجات وعاوزك يعني ايه تكتب وتحطها في الجدول بتاعك تعمله ان شاء الله ليك النهارده. هتقعد النهارده بريس تقول في دماغي انسى، كان غيرك اشطر. لو انجلش اوريجينال انجلش ما تفتحش حاجه. اي حد فلو انجلش اوريجينال انجلش بوينت اوف فيو ستوريز، دي كلها صوتيات مع البي دي اف بتاعها، تسمع وتقرا في نفس الوقت، تسمع وتحاول تقرا في نفس الوقت معاها يعني simultaneously.
معاك. هو ده هيفرق عندك الموضوع بطريقه رائعه بحيث ان هو هيضيع كل الزباله اللي انت اتعلمتها من الاخر. ليه؟ هتسمع البرونسيشن صح مع الكلام فبتحصل عمليه يعني سينك سينكرونيزيشن مثلا يعني عمليه ايه؟ يعني سينك تغذيه تزامن يحصل موازنه ما بين الكلام اللي تسمعه الكلام اللي بتقراه. هتضيع عندك كل الكلام اللي اتعلمته غلط مش هزار هتعرفه. مين هنا نفسه يتعلم كلمات بطريقه سهله وحلوه قوي وعن طريق الام 3 5 الناس تحب تتعامل عن طريق الام 3 اهي ركزوا معايا في الحته دي كلها. حاجه اسمها فيربال ادفانتج. افتح يا امال 24 صوره تعليم كلمات. عبد الله بس بالراحه عباره عن ايه مش فاهم. 24 اسطوانه كل اسطوانه فيها حوالي 30 40 كلمه. يعني كام مثلا معايا 40 كلمه في 24 اسطوانه بكام؟ ها هندسه بس 900 كلمه 900 كلمه. مين حابب يتعلم 900 كلمه بطريقه سهله وسلسه؟ بصوا يا شباب في سؤال هيجي لك يا عبد الله انا بروح بس كلمات بس بنساها صح؟ صح؟ يوز ات اور لوز ات. هنا الطريقه بتاعته حلوه جدا بمعنى احنا عايز اسطوانه هنا خش على اسطوانه يا منى خش على اي خلي فينا كان موجود هنا. كل دي عباره عن فايلات كل فايل ام بي 3 موضوع صعب خنيق. ركزوا معايا في الحته الجايه دي بقى. المستر بتاع ثانوي وفي بتاع ثانوي المستر ولا الدكتور المستر المستر بتاع الحصه ها ماجستير او الدكتور دلوقتي بيخش او زي ما خلي في المستر بتاع زمان يخش عليك يقعد قاعد بالبرايفت ليسن بتاعك او قاعد بالمحاضره او قاعد بالدرس او الحصه او اي حاجه يقول يا جماعه النهارده هناخد ان شاء الله التنس ده او التنس يعني الزمن ده او المصطلح ده او الدرس ده والحاجات دي كلها ويشرح معاك قاعده الجرام. يا جماعه ركزوا معايا يشرح القاعده يقول لك معناها وتكوينها واستخدامها وامثله. فاهمين؟ لمبه منوره صح؟ جميل فاهمين يا شباب يا دكتور يا عم على بص انت فاهم وانا فاهم وكل الناس دي فاهمه. تاني يا شباب هقول القاعده بتكوينها بامثله بحلها ببتنجانها بصلاه بكل حاجه بفهمها. يا جماعه فاهمين فاهمين والله العظيم. طب ممكن تحلوا الاكسبريشن ده او الاكسرسايز ده؟ خلاص انتوا هنعمله في البيت بقى والكلام ده كله نازل بقى خلاص يا عم انا حل بص صغير الصغير وانا نازل البيت اصلا بص انا حل وانا اصلا بشرب عصير. يروح البيت اللي بالمنوره تعمل ايه؟ راحت ويطلع هنا ايه؟ يا عم الحاج انا مش فاهم الاكسرسايز ده انا مش لغايه دلوقتي انا فاهم هناك القاعده بمعناها بتكوينها بامثله الحاجات دي كلها عليها ليه ما بعرفش احل؟ من هنا ينقصك الموضوع. البرايفت ليسون انتهى عن الموضوع ده عاوز بقى برايفت توتورنج عاوز بقى كده اقعد معاك واحل معاك. مالك بقى يا شباب لو انتوا انت بره يا عماد انت بره لو انت معاك حاجات من بي بي سي حد عامل بي بي سي خش على ابريت ايميديت خش هنا اوديو افتح اول حاجه خليك كده مش هشغل حاجه دلوقتي. بي بي سي جرامر ده عباره عن 52 درس صوتي وفي فيديوهات دلوقتي اللي كنت لسه فيها هوريك ده حالا 52 درس انا خلاص ربع ساعه واخلص هنهي الموضوع واخد اسئله عشان استرها مش على حاجه بس كده خلاص. بي بي سي جرامر ده عباره عن فايلات كل فايل حوالي 52 فايل في قواعد. القواعد دي مهمه جدا ليك مش تبقى فيلسوف ولا لغويا فظيع وجرامري بقى وتبقى نوم تشومسكي والكلام ده لا خالص. تبدا تتكلم وتتواصل معاه بطريقه سهله وسته وسلسه دي الحاجات الاساسيه ليك. بص بقى دلوقتي هشرحها عامله ازاي. دي القاعده بتكوينها طب انا عادي بمعناها عادي بحل عليها عادي اقف لغايه هنا. بعد كده بيكمل معاك كالاتي بيديك قاعده تكوينها بحلها باكسرسايز بقى الحاجات كلها ويجيب لك واحد زي لسه بيتعلم ويقعد معاه كل خلال 6 دقايق بس 6 دقايق بس ايه ده يقعد معاه يقول عبد الله النهارده ان شاء الله هنتكلم على البريزنت سمبل مثلا او النيدز او مثلا كود تو او يوز تو او اتمبتنس او مثلا بريزنت بيرفكت او هاف تو اي حاجه من الحاجات دي ويبدا يشرحها لي ويشرحها لي ويشرحها لي ويشرحها لي بعد كده يقول لي بس فهمت اقول له فهمت يقول لي بس ثواني واحده نبدا نحل مع بعض ويبدا يخليك تحل معاه يبدا يخليك تحل معاه. على فكره كلمه تحل معاه دي مش بقولها كده وخلاص بيحل معاه مش هزار ويبدا يديك اسئله وانت تجاوب ومعاه واحد تاني بيجاوب وسبحان الله بيغلط نفس الغلطات اللي بتغلطها ويكررها ويصححها والحاجات دي كلها يبدا يحطها في استخدامات مهمه جدا في حياتنا غير الحاجات العقيمه الامثله العقيمه الباص والسكول والبتنجان والحاجات دي كلها خلاص حاجات في يعني في حياتنا الشخصيه. ف 52 درس
لو كل يوم بس درس في قلب البتاع تعمله شهرين الموضوع خلص. شباب النهارده خلال شهر بتخلص حاجات كتير جدا، خلال شهرين دلوقتي بتخلص حاجات كتير جدا جدا جدا، تلات اشهر تخلص حاجات اكتر. فالموضوع كله يعتمد عليك انت شخصيا، حط الجدول بتاعك، انت ما تقوليش الجدول بتاعك خلاص في قد ايه، اقول لك انت حسب الجدول بتاعك حسب مجهودك، كلما زاد الاحتياج كلما زاد المجهود من الاخر. اطلع بره يا عماد. اطلع بره بس كده. بص بقى بسرعه كده اقول لك الحاجات المهمه قوي عندي من الاخر. اخر حاجه اسمها فيها اسمها في او اي، ده برضه نفس النظام بس الليفل اعلى، نفس الموضوع برضه الام بي 3 تسمعه وتخلص بس اعلى. في حاجه اسمها باور انجلش، ده اللي فتحتها يا عماد بعد اذنك. باور انجلش ده في النص. اللي في النص افتح. صلى الله لو حضرتك طبعا بالنسبه للناس بس هو شباب كويس ان الناس بس هو متوسط هنا او يعني كمان اخر انترميديو في كورس رائع لو اليوم كله الحلو ده طلعنا منه بحاجه هي دي فانا يعني مستغرب. حاجه اسمها باور انجلش، حد سمع عن اي جي هو قبل كده؟ واحد اثنين عيب قوي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد اسمه اي جي هوك عامل حاجة اسمها ايفورتليس انجلش او باور انجلش، ده عبارة عن سلسلة 30 درس. ركزوا معايا باللي عليكم. عبارة عن 30 درس، 30 موضوع. الراجل ده دارس سايكولوجي وانجلش تيتشنج ميثودز. فعارف ازاي تفكر وازاي بتعلم واحسن يعني طريقه التعلم معاك، خش الموضوع بقى وهاته من الاخر، هنا الموضوع عامل ازاي؟ 30 درس. كل درس جوه فيه ثلاث فايلات، افتح كده اي فايل من هنا، اي فايل، اي فايل. كل فايل فيه ثلاث فايلات. كل فايل فيه ثلاث، كل فولدر فيه ثلاث فايلات. بص حلاوة الموضوع ازاي؟ أول فايل بيديك نبذة مختصرة حوالي خمس ست دقايق عن كتاب، عن فيلم، عن موضوع، عن أي حاجة. يقول لك عبد الله النهارده جوه خدوه بالعربية من الدقي، مشي في الطريق مش عارف أنا ناطر، الطريق كان جميل جدا وحلو والحاجات دي كلها، وجه هنا صلى الدور طلع ادى المحاضرة للناس، الناس استفادت الحمد لله، خدنا سيلفي فرحنا على قدنا الحاجات دي كلها، رجع بيتهم تاني عشان فعلا عنده الحاجات دي كلها. خلصت بيديك موضوع كامل. بس جوه الموضوع هو دارس وعارف ازاي وبيعمله، الموضوع مش حاطط حبة هري في اللغة الإنجليزية وخلاص. جوه الموضوع يا شباب حاطط حبة ايه؟ سم في العسل كده، حاطط حبة مصطلحات، حبة كلمات، حبة مش عارف حبة أزمنة، حاجات صعبة سيكا سيكا على مستوى متوسط ده دلوقتي، سيكا كده صغيرة. أنت بتجيبها عن طريق حاجتين، يا من السياق يا تسمع الفايل التاني. الفايل التاني ده عبارة عن الميل ستوري بتاعه. الفوكاب بتاعه بيشرح لك كل كلمه هو قالها هنا، الكلمات الصعبه اللي هو اصلا حاططها intentionally عن تعمد عن عمد يعني هنا، ايه ده شرح لك الدنيا ماشيه ازاي؟ هل الموضوع خلص؟ هو اصلا ما ابتداش. احلى حاجه في الموضوع الفايل الثاني. هنا اداني موضوع، اداني نبذه عنه بتاع ممكن كتاب قراءه على فكره بتعلم حاجات غير الانجليزي، تعلم حاجات غير الانجليزي هنا. يعني لو ابتديت ورد حاجات عن beliefs, kaizen, developments, traveling powers, super powers الحاجات دي كلها. اداني موضوع، اداني الكلام بتاعته. احلى حاجه في الموضوع بقى الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ psychologically stimulate you ان انت تتكلم، يعني انت حتى لو انت عبد الله عاوز تتكلم بس مش لاقي حد يتكلم معاه، عاوز من الاخر مدرس خصوصي، انا ادرس لك خصوصي عشان اقعد ايه؟ هاي من اول خالص ببدا كمان يعني prepare you psychologically تبدا معاه. ممكن اسمع اي حاجه؟ تعمل اسمعها بسرعه؟ يعني الكلام ده برضه خليه تطبيق، ممكن افتح اي حاجه اول حاجه مثلا؟ اي حاجه يا عماد الله بتاع يا عماد المايك شغال اصلا. Hello, welcome to the fourth lesson. This one is called beliefs. Let's get started. Beliefs are another important part of managing your psychology, of strengthening your psychology, so that you will learn English, or anything in fact, much faster. And there are two kinds of beliefs, two general categories of beliefs, limiting and empowering. هو بيديك الاول موضوع، في كلام انا مش فاهمه، مش تفرق خالص مش معاك. خش على الفايل الثاني يا عماد. نفس بتاع يا عماد؟ نفس ايوه نفس الفايل بقى بليفز ده؟
خش الفايل التاني ده خش عليه. Hello, this is AJ Hogue again. Time for the vocabulary lesson for beliefs. As always, be sure you're standing strong, good posture, big smile, deep breath, move your body. Let's begin. In this lesson, I used a few difficult words, maybe difficult, maybe not, I don't know. Let's talk about it. Number one is the word trauma. Trauma. Yeah, trauma. Trauma, it's a noun. Trauma means an injury or a deep hurt. Hurt. Could be trauma. Now, it can be physical. Physical. For example, if you break your leg, that is a physical trauma. It's a physical injury. It's a deep physical hurt. Ow. Trauma can also mean a deep emotional hurt. واقف يا مال. So. يقدر يشرح معايا كل كلمة ايه هي معناها؟ ودي معنى الفلوس بتاعها وكذا معنى والحاجات دي كلها، فرسالة بسيطة جدا 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 إن شاء الله. الفايل التالت هو أهم فايل، أهم فايل بمعنى الكلمة. يعني هو هنا طريقته كل في ناس مش فاهمه في الاول، بس عشان انت الاكس بتاعته او الدايت بتاعته مش عارفها. بمعنى مين اللي بيتفرج على افلام او مثلا لا افلام ايه؟ مسلسلات مثلا اجنبي، مسلسلات جميل، مسلسل ايه مثلا؟ جريز اناتومي. انا اصلا عارفها. جيم اوف ثرونز. هاو ميتش مدر، حد عارف هاو ميتش مدر؟ اه برنس ده. حد عارف بريزون بريك؟ لا استنى بوظ ده استنى Prison Break. لو انت في اول سيزون في اول ابيسود او تو ابيسودز هتلاقيك مش فاهم الاكسنت فولي، مش عارف الاكسنت 100%. زي دلوقتي انا جيت اتكلمت معاكم في اول اللقاء بتاعنا حوالي من ساعه ولا ساعه ونص، ساعه ساعه وربع كده. في الاول كنتش فاهم كلامي كله، مش فاهم كل كلام. بعد فتره بتكتسب الاكسنت بتاعك، مش بتسيبها تتكلمها، بتسيبها انك تعرف تفهمها، تعرف تفهمها. نفس الموضوع لما يجي مع ايجي هو. مش فاهم في الاول، اسمع بس مره ثانيه ابتدى انا فهمت كل حاجه، كل لفظه، كل صوت هو بينطقه، مش هزار معنى الكلمه. اخر فعلا شغله وحاولوا تتجاوبوا معاه تاني، حاولوا تتجاوبوا مع الراجل، يعني الراجل مثلا سال سؤال مش لا عاوز بس ايه؟ انتراكشن. Hello, this is AJ Hogue and this is the mini story for beliefs. حاول تجاوبوا معاه. Are you feeling good? Good posture. Deep breathing. Yeah, head up, she's up. Big smile. Moving. I hope so. I'm not gonna start this story until you are. All right, let's do it. There was a guy. Was there a girl or was there a guy? A guy, just said it. There was a guy, and what was his name? Was his name Bill? I don't know. No. How could I short answer? What was his name? Well, come on, what was his name? His name was George. There was a guy, and his name was George. And George, of course, had a problem. What was his problem? خش جوه اوديو الثاني، بس اقول لك حاجه برضه حلوه جدا. في هنا كتاب حلو قوي اسمه سبيك انجلش لايك امريكان. الكتاب ده اللغه يا شباب مش بس حبه كلمات وحبه جرامر، في كمان حاجه اسمها مصطلحات في اللغه. يعني لو في حاجه مثلا واحد دلوقتي جه اجنبي وكلم معاك بس دي حاجات في الجرامر، حاجات في التكست، حاجات في التوصل، في الايس، الحاجات دي كلها ان شاء الله. طبعا مره يا عماد انا هتكلم بسرعه اقول حبه حاجات بقى النقص الثانيه، وبعد كده ناخد دردشه في الاخر عشان دي اهم حاجه، يعني دي اهم الكلام ده كله الحاجات العمليه بقى ان شاء الله. يطلع بره عاوزين ادفانس الناس بقى اللي مستواها عالي، نديكم حاجات تتعلموها جا
جنب اللغه تاني. اللغه مش بس حابب كلمات وقواعد، زهقت خلاص بقى بتكلم عبر عن نفسي، عاوز حاجه جديده اتعلمها. بمعنى هسافر زي استلام امريكا، مش هقول بس هاي هاو ار يو فاين ثانك يو بتنجان ده كله، لا عايز اتعلم واخش جوه نقاشات في المجتمع والحاجات دي كلها. حد يوصل في الاوديو؟ هتلاقي حاجه اسمها امريكان راديو. حد عارف الراديو بتاع احمد يونس على القهوه؟ اه خلاص شغل سنين بس قيمه طلعت. حد عارف الراديو احمد يونس على القهوه؟ فاكر يا فاشل بتاع 65. في نفس النظام هنا برضه حلقات حلوه جدا اسمها امريكان راديو، ده عباره عن مصطلحات عباره عن حبه مواضيع في قلب الكالتشر في المجتمع الامريكي. انت لو مستواك كويس حاول تسمعها، الحاجات كلها هتمر عندك الليسننج سكيلز عندك، هيديك كالتشر. لو حد في ناس كده تقول لك ايه مستواك كويس في اللغه، بس للاسف لما اجي افتح مواضيع ما بعرفش يعني اجاوب فيها من الانجليزي بتاعك كويس. ليه؟ عشان ما عندكش ثقافه عامه في قلب الموضوع. الحاجات دي ثقافه يعني جنرال نولج قلب الموضوع، ثقافه عامه. طبعا يا عماد في حاجه اسمها اوديو بوكس. الانجليزي يا شباب النهارده مش عاوز بس الانجليزي يكون غايه، نفسي اتكلم انجليزي ازاي؟ نفسي بس اتكلم انجليزي يكون بيرفكت فيه، فلوينت فيه، لا، الانجليزي وسيله عشان اجيب ان شاء الله ماسترز ديجري ولا بي اتش دي ولا حاجات كلها في قلب اللغه عندي، المجال عندي او مجال اي حاجه ثانيه. في حاجه اسمها اوديو بوكس. اوديو بوكس ده عباره عن حاجات لانتون روبنز، ديل كارنيجي، مش عارف شكسبير، حاجات قصص، حاجات قويه جدا في قلب اللغه، حلوه تتعلم بيها حاجات تانية غير اللغة الإنجليزية. هي بالإنجليزي بس أصلا الأصل بتاعها مش تعلم اللغة الإنجليزية، الأصل بتاعها إن أنت تتعلم حاجات في الكوميونيكيشن سكيلز، في الليدر شيب، في المانجمنت، الحاجات دي كلها، في سوفت سكيلز إن جنرال من خلال اللغة. فأنت حتى لو وصلت أدفانس ما تقولش بس إيه أنا هتكلم موبايل ده. موبايل ده 200 جنيه. حاطط فيه كارت ميموري 8 جيجا، حاطط فيه الحاجات دي كلها، بسمعها وأنا رايح وأنا جاي. بتعلم حاجات في السوفت سكيلز، زي ما البرزنتيشن قدام الناس، ازاي اعرف ادرس، ازاي اعرف اجي، الحاجات دي كلها بسبب ان انا بسمع حاجات زي دي. فاللغه عندي مش بس حاجات تسمعها وخلاص. واي وي تيتش، مش عارف تيتش سيلف اسلام، مش عارف عربي اسلام، الحاجات دي كلها كونفرشن كونفدنس، يعني اقرا حاجه ثانيه واحده صح. في حاجه اسمها هنا كونفرسيشن كونفدنس اوديو بوك، ده عباره عن 8 اسطوانات، كل اسطوانه فيها ساعه. الحاجات دي هتأهلك ازاي تعرف تاخد تليفون وتتكلم فيه، ازاي تعرف تعمل برزنتيشن قدام الناس، وانت في ميتنج تعرف تعمل ميتنج كويس. دخلت ايفنت حاجه قويه تعمل انترفيو، هتقوي نفسك كويس جدا 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 في الموضوع ده بره يا حمونا. ثانيه واحده، في حاجه اسمها فرانكلي سبيكينج، ده ورا حب كونفرسيشنال، ثواني، حب كونفرسيشنال سهله جدا وبسيطه، حب حاجه التعارف، يعني انت يا عبد الله عاوز اتكلم مع جاي، هقول ايه؟ هاي ماي نيم از احمد سليمان 25 years old student بلا بلا بلا، ذاتس ات دون، هتكلم في مواضيع ايه؟ الحاجات دي كلها. فرانكلي سبيكينج ورا حب محادثات مع ناس ويل انت تعرف عليهم بيعرفوا نفسهم وبيقول لك مواضيع كتير جدا، انا منطوي حلو ولا كويس الحاجات دي كلها، فبتعرف تعمل بيكينج اب لحبه فكاهه، حبه اكسبريشن، حبه ايديمز، حبه مصطلحات، حبه جمل قويه، تساعدك تعمل تحدث وتواصل مع الناس. في حاجه اسمها ليرن ريل انجلش اللي بعديها. ليرن ريل انجلش ده عباره عن زي ايجي هوب، عارفه؟ ايجي هوب بس مستوى اعلى. يعني ممكن نفتح كده ايجي هوب، شفت ايجي هوب بيتكلم ازاي؟ الو اند ذيس ليسنز بلا بلا بلا. هنا بيتكلموا بسرعه، افتح بوب اول حاجه. عندي الفري فايل وعلى البي دي اف بتاعه، شوف الصوت بيتكلم بسرعه ازاي؟ هنفهم ولا مش هنفهم؟ صوتك عالي، احسن اللغه، بس مش بس كده واقف، انا عاوز اعليه كمان، انا في الحاجات الاكسس الثانيه، شغل يا بوب. This is Kristen. And this is Joe. دي الويلكم سبيتش. We wanted to take a moment to welcome you to the Learn Real English. خش حاجه ثانيه. هذا اول درس، اول درس، ايوه، شوف بيتكلموا بسرعه ازاي؟ Hey, check this out. You know what Eric asked me when I got into work this morning? I have no idea. What did he ask you? He asked me if I felt the earthquake last night. Earthquake? You gotta be kidding. I didn't feel an earthquake. I know, that's what I said. He told me it actually woke him up last night. You know, what? Yeah, it was like, it happened at like 4:42 in the morning, so. We must have been sleeping. وقف. I mean, it's possible. شد الفيشة. هنا بدي محادثات طبيعية جدا مش مصطنعة والحاجات دي كلها، فاهم باللغة تحس أنت مستواك عالي تحسنه أكتر، بيديك مصطلحات قوية هنا في النص. تشيك ذس أوت. Pulling my leg، يعني تضحك عليا pulling my leg. ده فيديو اللي أنا عملته لسه هنزله النهاردة إن شاء الله. حد يشوف فيديوهاتي على الفيس؟ يا جماعة. قولي ما لك يعني تضحك عليا بتشتغلي من الاخر خلاص يعني. طب معلش خش عليك كاس وان تاني، بس اقول حاجه، اقول حاجه بسرعه وخليك واقف هنا، خليك واقف هنا. عبد الله في سؤال هيجي دلوقتي حالا، ابدا منين؟ صح؟ صح؟
مين عارف معنى بشمهندس رامي الجوادي؟ يقول لك ايدك الايه؟ ايدك الايه؟ ايدك الطاهرة، ايدك الطاهرة، تمسك الماوس. مستواك عامل ايه؟ مستوى متوسط، هخش على المتوسط. مستوى عالي، مش عالي، مستوى مبتدئ هخش على المبتدئ. مش عارف، ايدك الطاهرة، تمسك الماوس، تخش على الفولدر الاولاني. تسمع، فهمت الموضوع؟ بيس اوف كيك، خش على الفولدر اللي بعديه. بيس اوف كيك، الفولدر اللي بعديه. بيبرس، خلاص بس. لكن مش فاهم انت فاضل لك ليه؟ ده الموضوع بتفهم وبتتعلم الكلام ده وبتتجاوب مع الموضوع خش على الفولدر وكمل فيها بنفس الجدول والحاجات دي كلها اطلع بره يا عماد. انجلش كلاسز 2 ده مور سبيشاليزد يعني في حاجات مور سبيسيفيك بمعنى لو في حد مثلا عنده مشكله في الجرامر هتلاقي هنا حبه كتب حبه براغه حبه صوتيات حبه فيديوهات رائعه في الجرامر لو انت عامل بس الجرامر تاني لو انت عايز في اللغه فظيع في اللغه بس الجرامر عنده ضايع خش حاجات على فكره ما تتعلمش الجرامر اتعامل معاهم عن طريق حاجات زي ايجي هوب وعن طريق حاجات بتساعد ليرنر انجلش والحاجات دي كلها عن طريق الاستماع وبره. لسه قايل الكلام ده في معنى الجمعه اللي فاتت. You don't have to be great to start. You have to start to be great. تاني. You don't have to be great جامد فحت وكل حاجه بص ضريع في الموضوع عشان ابدا اتكلم انجليزي لا. You have to start that تبدا تبقى great. ابدا الاول تغلط الحاجات دي مش تقدر معاك خالص في الاول. تعرفين عامل الموضوع زي ايه؟ زي العربيه. طب انا هقول للناس الموضوع ده العربيه المانيوال تدي الغيار وتنزل برياج وتشيل البرياج تحط الايه؟ خلاص خلاص كله بقى معاها اوتوماتيك انا معاها سكوب بصراحه والله ثلاث مرتين بس سكوب انا فيسبا بطه قول له والله ده شارع دوقي مش رهان على اليمين وعلى الشمال في مكان فين؟ فيسبا ثانية واحدة الجرامر ده حاجة مهمة جدا في الجرامر اتعلم الجرامر عن طريق تقول لك في العربية فأنت بتلاقي العربية بتدوس دوس دبرياج ودوس بنزين وتشيل مع الدبرياج وصح؟ ايه؟ بتكتر بتبطل معاك صح؟ في الأول بس قول لهم في الأول ده الموضوع يا شباب أنا بجي أتكلم وأتعلم لغة إنجليزية ببدا اتعلم واسمع الحاجات كلها وابدا ها اكلم وابدا اتكتب تراجع عليا والله يرحمه وترجمه عربي والكلام ده كله وترجمه ازاي انت وحاجات كلها. كاميرا زي ما ان شاء الله موضوع كويس جدا جدا معاك. لو عندك مشكله في الايديمز او انت عاوز تحسن نفسك في الايديمز تحس ان شاء الله مسافر ولا هنا والحاجات كلها عاوز تتكلم حبه مصطلحات يعني تعلم هي كويسه خش على الايديمز بتلاقي حاجات قويه جدا معاك عاوز بس افرجكم والله بس مفيش وقت. تلاقي مش تيتشنج حد عاوز بقى ترينر ان جنرال خش جوه هنا بس اوريك حاجه عارفين حاجه اسمها موكس ام او او سي مهندسين موكس ام او او سي ماسيف اوبن اونلاين كورس خلاص يا برنس الراجل بتاع جوجل اه ان شاء الله زي الموكس ماسيف اوبن اونلاين كورس دي كورسات اونلاين محطوطه على النت ببلاش من غير اي حد كورسيلا واي دي اس واي دي مي حتى لو ام اي تي كورس من الحاجات كلها هنا دي زيها في حاجه اسمها بيسك تيف تيتشنج بابليك سبيكنج عاوز تتكلم هنا وتيجي وتعرف تتكلم قدام الناس من غير ما وصوتك يروح وما تعرفش تتعامل مع الناس ما تعرفش تثبتهم زي كده تخليهم يتعلموا واللي يمشي يمشي مش تفرق بس تخليهم يتعلموا وتثبتوا وتعرف تدي لهم معلومات فقط سبيك يلا كورس اهو ببلاش شيبنج ذا واي تيتش عاوز تبقى ترينر معيد فقابل الجامعه هنا وتبقى راجل كويس يعرف يعني عنده فيجن عنده فاليو يقدمها خش على الحاجات دي كلها فاهم يا عماد؟ في بي دي افس هنا رائعه جدا في التيتشنج يعني انت عاوز تبقى انجلش تيتشر مثلا في بي دي افس جميله جدا مقالات يا جماعه الحاجات دي كلها مش اكاديميه خنيقه اقول لك حاجه اسمها في حاجه اسمها فورمال اديوكيشن في حاجه اسمها انفورمال اديوكيشن صح؟ الفورمال هو الكليه اجي اديك حبه حاجات وامشي حاجات كلها خنيقه من الاخر ما تكلم لها وامشي حاجه اسمها انفورمال اديوكيشن الفورمال اللي هي ايه؟ موكس بقى اللي هي بتشتغل مع ناس حاجه بس مش كله يعني ممكن 2 3 في 1400 واحد بس اللي بيشتغل الموضوع ده كله حاجه اسمها نون فورمال اديوكيشن اللي هي التعليم عن طريق الاكسبيرينشال ليرننج وتعليم عن طريق الممارسه الحاجات كلها الحاجات دي فيري انترستنج اكاديميك بس فيري انترستنج مش هزار اطلع بره يا برنس حاجات في البرونسيشن متخصصه حاجات في الترانسليشن بس انجلش انجلش تيست الحاجات دي انجلش تيست بس اول حاجه بسرعه اخر سؤال واخر حاجه هجاوب عليها دلوقتي هي الفرق ما بين التوفل والايلتس ماشي؟ طبعا السؤال ده يعني بيجي عند الصفحه دي اخد ثلاث ايام عشان بس افهم الدنيا ماشيه ازاي. في التوفل او في الايلتس مطلوب مني خلال ساعه اخلص من 3 باسجز 60 سؤال اجاوب عليهم اختيارات الحاجات دي كلها فيكون عندي مهارات اللغه الانجليزيه عارف حاجه اسمها في حاجه اسمها سكيلنج حاجه اسمها سكاننج حاجه اسمها مش عارف لو انا عاوز سؤال ده اجيبه في الطريقه الفلانيه فده الموضوع التوفل والايلتس الاثنين توفل في حاجه اسمها لوكال وانترناشونال. وقاست حاجه اسمها يعني اكاديمي في حاجه اسمها جنرال.
ان الاثنين هم هم. الاكاديميك مثلا في الايتس دي حاجه كده مور اكاديميك يعني في الريدنج مثلا. مفيش فرق في الحاجات البسيطه سهله يعني قوي. يعني معنى ايه؟ لو انت مثلا كويس في الكلام مع الناس بقول كده في اي حته، لو انت كويس مع الناس خد ايلتس. ليه؟ في السبيكنج بارت هيتكلم معاك واحد شخصيا لحم ودم بيتكلم معاك لمده 10 دقيقه او 12 دقيقه. لكن توفل اللي بيحصل معاه بتكلم معاه بني ادم، بتكلم معاه مايك، بتكلم معاه مهنك خلاص، بتكلم معاه كمبيوتر. في الرايتنج في الايلتس ده بايدك، حط حلو بقى ما بتعملش مستيك حاجات كلها، خش على الايلتس. لو انت تحب تطلع كمبيوتر خش توفل. فالاثنين نفس المستوى دي، بس عاوزين بريبريشن وبعدين عاوز بس انك تحل. في بريبريشن كورسز وحاجات كلها، بس الامتحان التوفل للاميديس هنا منصور اسكندريه حته، اي حاجه ثانيه فاكس. الايس للبريتش كاونسل هنا 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 بس. في بريبريشن كورسز ممكن الاكاديميه اللي على اول الشارع هنا بتاعكم تدي بريبريشن كورس، لكن كورس كامل او مثلا شهاده معتمده مفيش. انا ارجح ان انت تشتغل مع نفسك، بمعنى تخش جوه الايس مثلا هنا في 12 جيجا ماتيريال مش هكبرهم، لا. في هنا امتحانات الايس كلها، هتخش مثلا ايس بتاعته خالص خالص، هات تاني فولدر، تاني فولدر في جميع امتحانات الايس من اول لغايه تسعه. حل بس، كل امتحان جوه فيه اربع امتحانات، وكل فيرجن فيه اربع امتحانات. حل بس، حل وشوف انت قوي في ايه، قوي وضعيف ايه، قوي برضه نفس النظام. اطلع بره فولدر مثلا الثاني مثلا الثالث مثلا، في هنا كورسين في الرايتنج 5 جيجا فيديوهات، تعلمت ازاي مش تكتب بس باراجراف او دي مثلا جمله، ازاي تكتب الكلمه نفسها. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط. انت خالص بقى اطلع بره خالص، اطلع بره اطلع بره اطلع بره، تمام. انجلش كابسولز اطلع بره كمان، بس خليك واقف هنا. ماتيريالز دي مش حبه هري وخلاص، ماتيريالز دي خلاصه تجميع حاجات كتير جدا 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 جدا. الحاجات دي فيري بروفيشنال very interesting. الموضوع سهل وبسيط، مش لازم يكون معاك 50 جيجا دلوقتي تاخدهم. معاك فلاشه 2 جيجا، جيجا خد الحاجات اللي هي فاكر انها مستواك، وحاول تسمع منها وحاول تتعلم منها. ماتيريال ان شاء الله موجوده على اللابتوب هنا معاك، او مع ياسين او مع كريم او اي حد. لو معاك هارد اكسترنال جميل، خدهم منه بعد المحاضره. معاك فلاشه خدهم منهم، معاكش على بكره بعده بعده خلاص الدراسه بدات، فان شاء الله تكون معاهم على طول. غير كده ان شاء الله افتح فولدر الفايل اللي جنبيه. ايه؟ خش على الفايل اللي هو الدوكيمنت ده او النوت بوك ده. في ان شاء الله كمان الاسبوع الجاي في هيلب ديسك، لو حد معاه فلاشه هارد حد لابتوب جيب البي سي وانت جاي، وحاول تاخد ان شاء الله ماتيريال. ممكن تكبر؟ كنترول ايه الاول؟ ثواني ثواني يا برنس. زيك حلو؟ الحمد لله. عليها أجر. تمام، كبر الفم. أكبر واحدة بسم الله. هنا هتلاقي في لينك في أول الموضوع اسمه bit.ly/awesomeSOS، هتلاقي عليه إن شاء الله الماتيريال دي بنحملها دلوقتي. الحاجات دي إن شاء الله موجودة معاكم أونلاين في نفس الوقت. لو في اي استفسار خلاص اكتب ده دلوقتي حاجه كام سؤال وبعدين خلاص. في اي استفسار خد ده تحت. خلاص حاجه بسرعه دلوقتي. في هنا ايميل في الاخر اسمه me@amershirt.com، لو في حد عنده استفسار اي حاجه. الفيسبوك تحت، الفيسبوك في محاضره هنا، في حاجه هنا من قلش عشان اصور فيديوهات، لكن لو عاوز سؤال me@amershirt.com ان شاء الله. في برضه يا جماعه عاوز اقول حاجه. على الفيسبوك سيبك من القلش والحاجات دي كلها، في حبة جروبس رائعة، في حبة جروبس رائعة، في حاجة اسمها لسه هتاخد أسئلة وأوزع تيك توك في جروب في كل أجانب مصر، لو حد عاوز يتعرف على أجانب مصر هنا ويخرج ويتعلم معاهم الحاجات دي كلها، في حاجة اسمها كايرو سكولرز. تاني كايرو سكولرز ده جروب على الفيسبوك، خش تلاقي معايا 20 30,000 الأجانب اللي في مصر قبل ما يخشوا الطيارة يعملوا جوين على الجروب ده. ده في كل الاجانب بتاع مصر كلها، قول مثلا محمد عبد الله احمد الحسين الحاجات دي كلها، من المدينه الفلانيه ممكن اعلمك حاجه او اسالك حاجه معينه الحاجات دي كلها، خش علينا. حاجه اسمها كاوتش سيرفنج، الموقع على النت، تبقى توفل او لايز. لازم اكون مستواي فوق متوسط عشان ابدا اخش احل امتحانات فيه، هياخد مده قد ايه؟ انا عبد الله بقول عاوز شهر. احل كل يوم
حل كل يوم امتحان امتحانين، واخر اسبوعين بحل امتحانين ثلاثه وابدا اشوف ايه اللي انا قايلكم وابدا اظبط عدل. انا مثلا لو انت خلصت تاني التوفل شباب ليكس اكسبريشن ريت او اكسبايرنج ريت. اوكي اكسبايرنج ديت سنتين. يعني انت لو خليك خدت مثلا انا مثلا لسه واخد ايلتس اخدت توفل وايلتس خدت ايلتس مثلا الشهر الثاني اللي فات هيخلص امتى؟ بعدها بسنتين. الشهر الثاني اللي جاي اللي بعده. لما تبقى شغال ده سبيشال تيم بتاعك. عشان تكون مستواك عالي او مستواك قل. اخر سؤال هناك حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ انا هقول اخر كلمه وخلاص وجزاكم الله خيرا. انا اتشرفت جدا النهارده الطريق الجميل مش هزار والله انا حبيت الطريق. الطريق انا قاطع في طريق قاطر. بيقولوا رخم وحاجات كلها. طريق والله كان على قلبي زي العسل ما بهزرش ما بقولش الكلام ده تسجيل برضه الناس كانت حاسه مشيت. رجع مشيت. انا النهارده استمتعت جدا كنت معاكم ما شاء الله جمهور رائع يعني رائع باقي بمعنى الكلمه فاهم الكلام ازاي اتمنى تكونوا ان شاء الله تكتبوا باي حاجه. الكلام اللي قلته دلوقتي هيكون حجه على طول الكلام ده هيكون حجه عليك. لو ربنا سبحانه يعني سالك وقال لك ليه ما تحسنتش نفسك ليه ما طورتش في بلدك في نفسك في مجتمعك في دينك الحاجات كلها معاش انجليزي معاش طورك لا في واحد جاي لك قال لك حاجه كذا حاجه كلها خدها وحط كل حجه عليك ان شاء الله حاجه ليك ان شاء الله مش حجه عليك باذن الله تعالى. حابب اشكر حاجتين اول حاجه يعني الفريق هنا مثلا يعني متنظم ربنا يجزاهم خير عايز اسقف لهم بس عشان هم تعبوا يعني نسقف تاني بس في ناس ما بيسقفش نسيب ليها بس الناس اللي تعبت عشان تطلع تصريح انها تجيب حد هنا او تجيب قاعه او حاجه كلها عشان ان شاء الله البنت تقعدوا تسهروا باذن الله تعالى. الحاجه الثانيه الشخص اللي مشرفنا هنا هو او تعب وجه واتكلم هو مين؟ سعادتك. انت جيت وخدت من وقتك وقعدت لغايه دلوقتي في ناس هي مشيت انا شايفها شغل السلف معانا ولا بتعمل حاجات كلها بس في ناس قعدت لغايه الاخر واستمتعت ويعني واتعلمت فاتمنى ان شاء الله ان احنا كلهم يستمتعوا ربنا ان شاء الله يفيدنا ويكرمنا باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. ناخد سيلفي لا 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 يا عم يا عم على فكره السوشيال ميديا عاملين حبه حاجات انا قعدت شهر النهارده مش قعدت عندي على الفيس قعدت شهر النهارده عملت حاجه جميله المهم ناخد سيلفي مع بعض في سيلفي على ايه في سيلفي عاوز المايك؟ يا حاول بس حاجه خلاص كل واحد يخليه زي ما هو انا هاجي وهاخد السيلفي ممكن فريق هنا لو عاوزين يا عم طب يا عم هيجي سيلفي في محاضر يعمل كده؟ يلا كله هيجي كله هيجي واحد اثنين اثنين ونص الضحكة حلوة واحد اثنين ثلاثة ممكن تاخد فيديو؟ سؤال تاني في حاجة اسمها معلش الفيديو غير وانا احط شوية عصب عليه. حاجة اسمها I can I will I'm awesome دي بحب اعملها في كل حتة. دي عبارة عن توكيدات لفظية. I can انا استطيع I will ان شاء الله هعملها. I'm awesome انا برنس. بتحب نقول مع بعض كده مع بعض ماشي؟ تحب نجرب مع بعض كده بسرعة؟ I can I will الناس تانية صح؟ I can I will I'm awesome صلى على النبي. هنقولها تاني عاوز الناس تزعل I can. I can. I will. I will. I'm awesome. I'm awesome. Salaam alaikum.